تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. عزيزتي أعزائي، أهلا مرحبا إلى لقاء إذاعي رياضي جديد، ودائما على المباشر من استوديو إذاعتي MFM، وتتابعون كل جديد بالخبر والتحليل بالفيديو والأوديو وأيضا بالمكتوب على الموقع الرياضي الشامل mfmsport.ma. أجمل التحايا أنقلها لكم من زميلاتي وزملائي في القسم الرياضي والتقني ومختلف الأقسام في مؤسسة MFM. تقودنا في العريضة التقنية صديقتنا الفنية والفنانة ومخرجتنا كوثر قوطاية، ومعي بالأستوديو كالعادة كل يوم السبت عشية زميلي الإعلامي عبد الرحيم فاكر. عبد الرحيم مرحبا. أهلا وسهلا أستاذي محمد أبو السهل وبكل مستمعي الأوفياء لإذاعة MFM. والطاقم نشيط أيضا معنا، ستتابعون أيضا بالصوت والصورة صديقنا الفنان وأيضا المصور والتقني أي تعلق. وفي عناوين حصة اليوم مستمعاتي مستمعي الكرام، جديد مؤشر انتشار فيروس كورونا لدى الرياضيين مع عبد الرحيم فاكر، مونديال الأندية في المغرب بملعبي الرباط وطنجة، والوداد الرياضي المغربي ممثل كرة القدم الوطنية والإفريقية في المونديال للمرة الثانية بعد 2017. السبت القادم 4 فبراير الساعة 3:30 بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، الوداد الرياضي المغربي والهلال السعودي، هو ديربي عربي في كأس العالم. أندية القسم الاحترافي الأول تنهي مرحلة الذهاب، وفريق الجيش الملكي بطلا للشتاء. الدوري الاحترافي الأول اليوم الدورة 16 الساعة 4، الجيش الملكي مولودية وجدة، والمغرب الفاسي ضيف على المغرب التطواني. الساعة 6:15 الرجاء ضيف على الأولمبيك بأسفي. وشباب السوالم بداية من الساعة 8:30 في لقاء قوي مع اتحاد طنجة. غدا الساعة 4 الاتحاد ترقي الدفاع الحسني الجديد. الساعة 6:15 الفتح ضيف على الوداد الرياضي. و8:30 مباراتان، حسنية أكادير نهضة بركان، شباب المحمدية أولمبيك خريبية. الوداد الرياضي المغربي في تجمع تدريبي بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا استعدادا لمونديال الأندية. والدوري الاحترافي الثاني يحتجب وتقام منافسة كأس العرش. الإدارة التقنية الوطنية في زيارات للعصب الجهوية، والبداية منذ الثلاثاء الأخير كانت بجولة وبزيارة لعصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم. والمبادرة مبادرة لرئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي لقجع مباشرة بعد المونديال. الإدارة التقنية الوطنية تتحول من الرباط ومن مركز محمد السادس لكرة القدم في اتجاه العصب للوقوف على كيفية التحضير التنقيب والتكوين مع مجموعة من الأطر والخبراء. جديد الرياضة الوطنية، تفاعل المستمعات والمستمعين مع فقرة البرنامج بكل الحب وأيضا بحس وطني، نتفاعل في برامجنا الرياضية على المباشر من استوديو إذاعة MFM. ابقوا معنا. إذن السي المهدي زوات، هذا الشاب من الشبان الوداديين واللي الآن في موقع المسؤولية وهو صوت الوداد، و يعني كناطق رسمي
ينقر إن شاء الله نأمل فيه خير. وبشاب سي المهدي زوات مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين الكرام. أستاذ راك من الأساتذة ديال الهيئة الدربيضة. أي هيئة الدربيضة. هيئة الدربيضة كنحيوا كل الأساتذة المحيطة. هيئة الدربيضة العتيدة. العتيدة معلومة عتيدة. تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. وكنتظروا غادي يلتحق بينا عبد الغني العثماني. غادي يلتحق بنا الصديق عبد الغني العثماني باش يكون معنا هنا بالاستوديو. الان كاين استعداد لا حديث الا عن المونديالتو. ياك المونديالتو الحدث العالمي. الحدث العالمي طبيعي الحال. وهذا ليس غريب لان يعني الوداد في العالميه الوداد راه كيف تنقول لهم دائما الوداد عندها كميه ديال الالقاب. تبارك الله. فأكيد أن نادي الوداد الرياضي المكانة العالمية هي ماشي غريبة عليه وتاريخيا ماشي حتى اليوم. المكان اليوم ديالو في المونديالتو هو جاء عن جدارة واستحقاق بعد فوزه بلقب عصبة الأبطال الإفريقية. كنتمنوا أننا كيف ما شرفنا المغرب قاريا وخلينا أن الفرق المغربية تكون دائما عندها هذه المكانة وهذه الرياضة خصوصا في 5 أو 6 سنوات الأخيرة. فكنتمنوا أن هذه المسيرة ديال تشريف كرة القدم الوطنية اللي كانت قاريا تزيد تكملوا هذه المرة على المستوى العالمي إن شاء الله وتكون نتيجة مشرفة تليق باسم الوداد وبتطلعات جمهور نادي الوداد الرياضي. الوداد يعني مباشرة بعد المقابل في اليوم الموالي مشاو إلى مركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. تماما دخلوا في واحد المعسكر وغادي يجيو بعد باش يلعبوا الماتش ديال الفوس وغادي نرجعوا يكملوا المعسكر ديالهم إن شاء الله آمنين أن ليكيب تكون في نهارها كما كنقولوا في لونغاج سبورتيف وإن شاء الله دير أن بون ريزولتا. هي بادرة جيدة أستاذ اسمه عبد بوسان ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شخص الرئيس سي بوزرجع. اللي كنشوفوا هنا المنتخبات ولا الأندية اللي استعدت كتكون عندها مشاركة دولية كتستعد في مركز محمد السادس كنعرفوا التجهيزات اللي كاينه في المركز وكذلك الظروف اللي كتخدم المصالح ديال المنتخبات ولا الأندية المغربية. اليوم فريق الوداد البيضاوي من الأندية الكبيرة في المغرب استفدت من هاد التربص بمركز محمد السادس كما قال السي المهدي الزوات. غادي يكون بالنفع غادي يرجع بالنفع لفريق الوداد البيضاوي المقبل على مشاركه عالميه حدث عالمي تظاهره كينتظرها الكل غتنظم بلادنا وبالتالي غتكون الاستفاده. راه انطلق المعسكر غادي يستمر حتى البدايه ديال المنافسه ديال كاس العالم للانديه وهذه فرصه للاعبين. كنعرفوا تما كاين لا المسائل الطبيه ولا التقنيه ولا التجهيزات اللي كيتوفر عليها المركز كتعود بالنفع على اللاعبين وكذلك الاطقم التقنيه وكتخلق واحد الجو ديال الارتياح. مادام كنتكلموا على المونديالتو وصلنا واحد الخبر الان على ان كاين رضوان الفنان المنتج الملحن رضوان العالمي ايضا رضوان الاسم ديالو هو نادي الخياط ياك هذا ولد الشمال. رضوان كيهيئ واحد الاغنيه ويلكم موروكو مرحبا بالمغرب ولكن انا عجبني رضوان الاستاذ المهدي عجبني رضوان لانه حتى هو مشى بحال وليد الركراكي حتى هو اختار واحد التشكيله فيها النيه فيها التشكيله ديال الفنانين اللي كيهيئوا وعندهم حس رياضي ايضا. اسماء المنور زهير بهاوي حاتم عمور ما كان ودادي حتى النخاع نعمان بالعياشي ريم حفيد الدوزي هناك ديزيدروس والاسم ديالو ودادي تا هو ودادي ها سيدي هذا عمر سهيل ياك ودادي امينيكس هذا امين تمري الاسم ديالو هذا هو التيتوان تا هو ورضوان يعني تا هو داروا هاد التشكيله هادي بحال ديال وليد الركنيكي هما اللي كيهيئوا الاغنيه ديال كيخوضوا حصص بمركم الامير مولاي عبد الله تا هما كيستعدوا على غنى فريق الوداد البيضاوي سيدي كيستعدوا بحال الوداد بحال اوكلاند سيتي تا هما بحال هادوك تيهيئوا
تتهيئوا للمونديال ونشيروا بان فريق اوكلاند سيتي راه وصل للبلاد ديالنا وتم الاستقبال ديالو استقبال شنو كيفطروا في المطار وداك الشيء غزال بالفعل يعني ما عنده علاقه بالشانه داك الشيء ما عنده علاقه بالشانه هذاك يمكن نقولوا الشانه بالفعل كان استقبال كبير كان استقبال اللي ارتاحوا ليه كانت تصريحات ديال مختلف مكونات فريق اوكلاند سيتي اللي اكدت الاعجاب ديالو واكدت الرغبه ديالها للحضور للمغرب وكذلك الافتخار ديالها والمحبه ديال المملكه المغربيه وكما كتلقى من ترحاب سواء من الناس المنظمين او الجماهير المغربيه. نعم كيلتحق بنا اللحظه مستمعاتي مستمعي الكرام سيدي عبد الغني العثماني المدير التقني بنادي يوسفيه برشيد لاعب دولي سابق و ايضا اطار وطني كنعتز به سيدي عبد الغني مرحبا. مرحبا سي ابو السال. تحيه مونديالية. وي سي ابو السال سي فكير سي المهدي زوات الاستاذ المهدي زوات الشاب من محامي في هيئه ديال الدار البيضاء العتيده. تبارك الله. ومن طبيعة الحال جميع المجتمعات والمجتمعات هو الناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياض. إذا لا خوف على الوداد ملي كتشوف الوداد اللي تأسست في 1937 بالنسبة للنادي كنادي ولكن في يونيو 1939 كرة القدم وهلما والوداد لم تولد إلا لتكون متعددة. اليوم اللي جالسنا واحد الأعداد ديال الناس اللي منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر بالأمس أنا كنت كان جالس الحاج محمد بن جلون واليوم كان جالس أيضا مهدي زوات. إذا نحن محظوظين أنت أسابو السهل أنت كلك شباب يعني واحد الجيل ديال الرؤساء وواحد الصحفيين ودائما المسيرة يعني الله يطول في العمر الله يعطيك الصحة اللهم آمين. إذن المونديال اللي تو غادي ينطلق احنا اللي كتهمنا أكثر هو المشاركة ممثل كرة القدم المغربية والإفريقية والوداد اللي كيحمل هذا الثقل المعنوي والثقل الرياضي وهذا الإشعاع هذا مباشرة بعد أيام يعني واحد 46 يوم تقريبا من بعد المونديال من بعد المونديال ديال المنتخب الوطني المغربي الوداد المونديالتو يعني الأمور وهذا راه كاين وعي لأن احنا حسينا به من الوداد كتهيئ يعني اللاعبين وكتعزز الصفوف ديالها. الحمد لله يعني الوداد يعني في المسيرة غدا يعني مسيرة موفقة. كنا خايفين لان منذ الدوره الاولى كان واحد يعني ما شفناش الوداد الطريقه اللي بغينا نشوفوها ولكن الحمد لله يعني الفرق الكبرى دائما في المناسبات الكبرى فهي كتكبر. كيف ما قلتي جات هاد المونديال مباشره من بعد المونديال ما بقاش عندنا خيار اخر دائما خاصها تكون التمثيليه المغربيه تكون في اعلى مستوى خاصه اللاعبين تما يحسوا بهذه المسؤوليه باش يعطيو واحد المردود التقني في المستوى حتى التنظيم يعني كل شيء واعين بانهم غادي يكون تنظيم في المستوى لانه حتى الجماهير خاصها تنخرط في هذا ما نقولوش مشروع ولكن في هذا الحدث الرياضي باش انها يكون الحضور ديالها وازن وانها تشجع جميع الفرق الفريق الوداد بطبيعه الحال المغربي وجميع الفرق المشاركه. دابا كنتكلموا ملي كنكونوا بيناتنا كنقولوا الوداد الرياضي دابا كنقولوا الوداد الرياضي المغربي في مواجهه الهلال السعودي بطبيعه الحال لانه دابا احنا مع جميعا مع الوداد مع الوداد بطبيعه الحال الوداد هو مفخره ديال المغرب لاعبين سابقين دوليين مروا عبر هذا الفريق عطوا الشيء الكثير لهذا الفريق وبالتالي هذه التمثيليه خصها تبقى راسخه في اذهان اللاعبين بانه غادي يمثلوا المغاربه اجمعين في فريق اسمه الوداد الرياضي. ونستمعوا كثير للاستاذ المهدي زوات كيف تستعد الوداد اللي وصلنا على ان الوداد يعني في وضع مالي مريح. الحمد لله. يعني ما ممنوعينش من انتدابات كيختاروا في اللاعبين وكيختاروا اللي بغاو. كان تار الحديث على جمال بن العمري انا ملي تيقولوا لي شي اسم دائما كنرجع انا ما كنقلل حتى من شي اسم لا مدرب ولا لاعب ولا لان هذه الوداد
الوداد ما عمره ما كانت واقفة على لعاب. أنا جا جمال بن العمري كان غادي يجي قدي شغله هو هنا يا. جمال الوداد ما كانتش واقفة على جمال بن العمري إلا ما كانش ما تشارك في المونديالتو. جمال بن العمري جا وقع العقد ديالو على حسب ما تبعنا مع السي سعيد الناصري، مشى عنده شي مشاكل ديالو مشى يسويها ولا هذيك في بلادو هذاك شغالو، ولكن العقد راه كاين. غير عموما باش نوروا الناس، لا هو قانونيا، هو قانونيا اليوم جمال بن العمري لاعب نادي الوداد الرياضي، لان كان امضاء العقد الكترونيا كما جاء على لسان السيد رئيس المكتب المديري السعيد الناصري، كان امضاء العقد الكترونيا بعد جا المغرب وصحح امضاءه باش يكون داك الشيء يعني متلازم مع يعني الحلف المغربي، الحلف البيض يعني كيف يقولوا كتاب واتقنا واتقنا يعني، لان القانون المغربي لا زال يعتبر ان الامضاء الالكتروني هو موافقه مبدئيه وليس التزام بالعقد، فبالتالي تصحيح الامضاء هو امر اجباري بالنسبه لكل العقود التي تنشا طبقا للقانون المغربي وعلى التراب المغربي. فجاء وصحح الامضاء ديالو وكان استقبال جيد عكس كل ما يروج له على مواقع التواصل الاجتماعي، لان على مواقع التواصل الاجتماعي هناك صفحات تمتهن وخا تبقى سميتها الوداد ولا سميتها الزمامره ولا سميتها طنجه، كيكون ما عنده علاقه بداك الفريق، فقط تمتهن حصد اللايكات وحصد هذا من اجل البيع ديالهم لبعض المستشارين وبعض هذا. حنا تنفهموا هذا البيزنس، هذا البيزنس موديل ديال لي ريزو سوسيو، فكاين ترويج ديال الاشاعات، لان الاشاعه كتروج 150 مره اكثر من الخبر الصحيح. نعم. وانا سبق لي وان ترأست المختبر المغربي لدراسه الاخبار الزائفه، وفي دراسات دارها جوجل لاب ستور ودارها فيسبوك الى اخره، لقاو بان الفيك نيوز كتروج يعني واحد نسبه كبيره اكثر من الخبر الصحيح. فاكيد ان الاشاعات كاينين، ولكن اللي كاين هو ان تم استقبال اللاعب بشكل طبيعي بحاله بحال كاع اللاعبين اللي فيتستقبلناهم، ومشاو بقاو تيشكرونا، والدليل الانسان غير يدخل الانستغرام ولا الفيسبوك ديال اللاعبين اللي دازوا في الوداد غيشوف كيفاش باقيين تيتبعونا وكيلبسوا التوني ملي كيكونوا لاعبين وكيفرحوا ملي كندوا البطوله ومني. فالحمد لله الامور كانت، هناك بعض الانفلاتات لان العلاقات هي هذه، هناك بعض الاشخاص اللي هما كيكون والروايات تختلف، ولكن الواقع الحال والاصل والقاعده هي ان يعني التعامل مع اللاعبين خصوصا اللاعبين الاجانب يكون بشكل جيد في احترام لكل القواعد المعمول بها. سي جمال بن العمري جا كان تعامل مع مزيان، دير له راه ما استقبلوش، ما علاش ما استقبلو، قال لهم الرئيس انا استقبلته في داري فطر معايا وكلام معايا وكل شيء. الاستقبال كان طبيعي بحال بالعكس. سي سعيد الناصري عنده واحد القضيه يخرج من الاطار الاداري الاستقبالات ولا الاجتماعات وكيمشي لواحد الاطار اللي هو مغربي شعبي ديال استقبلك في دارو، لان راه ملي كان عندي بيرو عندي داري، نعم راه ملي كنجيبك لداري كبرت بك اكثر عندنا في المغرب من انني نديك البيرو. نعم اكيد راه بحال جيتي لواحد المدينه اللي انا فيها وانت ما ساكنش فيها وبيتك في لوطيل ولا بيتك في داري، هذه تربيه وبالتالي فكان الاستقبال ديالو مزيان، كان في ظروف مزيانه، فاش وصل خدا اون شومبغ انديفيديوال ديالو حيت لانه كان خصو يرتاح هذا الى اخره، فجاه كيقول بان تلقى اتصال لانه خصو يسوي بعض الامور، فهذا حقه وهذيك بلاده هو مشى، حنا ننتظر العوده ديالو ولا الرد ديالو لهذا. ولكن لحد الساعه فجاء بالعمري هو لاعب نادي الوداد الرياضي يربطه عقد احترافي مع نادي الوداد الرياضي، الا كان شي حاجه مستجد راه غادي نعرفوه من بعد. نعم هذا الشيء اللي كاين. كاين ايضا لاعب كاميروني، كاين لاعبين اخرين الذين عززوا التركيبه البشريه للوداد واللي هما رسميين الان مع الفريق. تماما هو شفنا حتى اللائحه اللي اعلن عليها السيد المدرب للمشاركه، والعدد تقريبا واحد 27 لاعب. عبد الرحيم بالفعل الاستاذ اسمه محمد ابو السال تم الاعلان على اللائحه ديال فريق الوداد الرياضي البيضاوي، كتضم 27 لاعب منها في حراسه المرمى كاينين ثلاثه الحراس تاكناوتي موطي حنين، في خط الدفاع كاينين عطيه الله ايوب العملود ابو الفتح امين ايت علال زولا فرحان بن عياده بن العمري اللي تو ربما غادي ياكد لنا هذا الخبر. سي لا هو داروا في اللائحه حكم فعلا، ولكن اللائحه فيها 27 لاعب حاليا. كذلك العنابي وباعوش في وسط الميدان كان جلال الدودي الجعدي اسماعيل مترجي جبران حيمود بوسفيان ونجم، وفي الخط ديال الهجوم كاين بديع اوك زهير مترجي حميد احداد الكاميرون لالام جيلزي وسومبو جينيور، هذو هما اللاعبين اللي تم اللائحه الاوليه ديال فريق الوداد البيضاوي. هذه اللائحه ديال المشاركه، لان كتعطي اللائحه ديال المشاركه. تمام اللائحه ديال المشاركه كانت هي اللي دخلت في المعسكر التدريبي، وغير مساله الانتدابات هو مشكل كبير خصوصا في الميركاتو الشتوي.
نعم. لان اللعاب اللي في شي فرقه راه في شي فرقه اللي ستابل راه ستابل اللعابه اللي مزيانين راه تيكونوا ديجا. فمن الصعب جدا انك تلقى لعابه بداك مستوى التطلع. حنا الجمهور حنا اصلا جمهور حنا ماشي كل واحد فينا اليوم كيدوز راه جلس ابو السهل في الاول مروا العشرات الا نقول المئات من المسير في نادي الوداد الرياضي. ولكن عندما تنتهي تعود الى الاصل. الاصل هو انك جمهور وكتفهم الجمهور وعشتي جميع اللحظات في التيران في الفيراج وفي المنصة وفي التريبيل دوزتهم كاملين. أصل أستاذ ملي تكلمتي على الأصل، الأصل هو الحب لكي تكون مستديرا قويا، ينبغي أن تكون محبا طبيعة الحال. وملي كتبقى هذاك الحب كتبدأ به وكتنتهي به. صحيح. الكرسي كتمشي كتكون كترجع لبلاصتك. الوداد مستمرة والأشخاص يتبدلون. صحيح. هذا هو اللي أنا اللي كيزعجنا حنا ودائما تيقلقنا حنا أن خط تحريري ديالنا تنقول أودي راه ما يمكنش أنا تقول لي هذا المدرب اللي جا هو اللي دار الوداد. لا، ما تمحيش الوداد، ما تمحيش المؤسسة. هذاك جا لقى راه لقى جمهور ولقى كيف تيقولوا دائما كميو ديال الألقاب. إيه صحيح. لا هو سي أبو السهل غير حنا متفقين لان غير حنا لا نبخسوا الناس اعمالهم. لا نبخسوا الناس اعمالهم. كاين المدربين، كاين المدرب اللي كيجي كيعطيك الاضافه. نعم. وكاين المدرب اللي كيجي كيخرج لك على الفرقه. وكاين المدرب اللي كيجي كيستاف كيدير سميه. كيدير سميه بطبيعه الحال. كاين لا وكاين الشيء اللي كيدير سميه بصح هذه الوداد، الوداد دار كبيره. اللي جا كيدير سميه ويدير هذا لا لاعبين لا مسيرين لا كل شيء، وكل من ينتمي الى هذه العائله هو 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 له فخر الانتماء لها ويستفيد من كل ما هو معنوي فيها. غير هو لا 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 ما انا ما عنديش مشكل في المدرب اللي كيجي كيعطي الاضافه وينسب لي مرات بصحته. انا عندي مشكل في المدرب اللي كيجي وكيبغي ينسب ليه شي حاجه اللي ما كايناش وكيخرج على الفرقه وتيزيد. هذا كاينين هذو. فعودة الموضوع هو ان انتدابات الجمهور ينتظر انتدابات كبيره. وتوعد فينا ما كره يلعب في انا ودادي ما كرهتش الوداد يكون فيها ميسي وكريستيانو بجوج فوقتهم. عم فتحتي لنا الشهيه دابا ديال الحديث على مؤسسه ديال الوداد من المؤسسات العريقه. وصلنا للساعه الثانيه باستوديو اذاعه ام اف ام. ساعه ثانيه ان شاء الله مازال معنا المهدي زوات الاستاذ المحامي والناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياضي فرع كره القدم، وايضا معنا الاطار الوطني واللاعب الدولي عبد الغني العثماني وزميلي الإعلامي عبد الرحيم فاكر. ومعنا أنتم أيضا فاصل قصير ثم نعود إلى تفاصيل كل هذه العناوين. المونديالتو والوداد بعد المونديال والمنتخب الوطني المغربي الوداد الآن عاتقها وتدرك جيدا قيمة المشاركة مع السي سعيد الناصري. الوداد بتركيبة بشرية كما قدمها منذ لحظة زميلي عبد الرحيم فاكر. الوداد بهذه التركيبة البشرية جل اللاعبين اللي فيها دوليين كلهم، وخاصة الأضواء على ثلاثة اللي عاد شاركوا في المونديال ديال قطر، أحمد رضا التقناوتي، يحيى جبران، ويحيى عطيت الله. الوداد غدا تدخل المنافسات والبداية بالهلال السعودي. ومن مكر الصدف الأستاذ المهدي زوات على أن الوداد تأسست نهار 17 مارس 1937، ولكن الوداد تأسست في مارس، وهناك الهلال السعودي اللي تأسس في ماي، يعني الفرق بيناتهم 53 يوم. راه توام هادو اللي حنا كنبحثوا شويه على هاد الامور. 1937 تاسسوا بجوج، هادو جوج فرق عربيه. الهلال السعودي تاسس في 8 لا الوداد اللي تاسس في 8 ماي 37، ولكن في مارس نهار 17 1937 تاسس الهلال. يعني الهلال قبل من الوداد تأسسوا، ولكن بجوجهم راه عندهم واحد العدد كبير ديال 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 الألقاب، إلا أن تاريخ الوداد كيبقى لامع بحكم ارتباطه بالحركة الوطنية. الوداد اللي تأسس في وسط لعلعة الرصاص وذوي المدافع، والقضية اللي كانت قبل كرة القدم كانت قضية استقلال الوطن. هذا لان حتى الودادين هذا الجيل دابا اللي الان راه تيبانوا لي حتى هما مقاومين، تيبانوا لي مناضلين، تيبانوا لي حتى هما ملتزمون بقضايا الوداد في المدرجات. صحيح صحيح. هو
نحن نعتبر ان المقاومه كاينه في لادين ديال نادي الوداد الرياضي ونعتبر بان ما كان قد تبناه المؤسسين ديال نادي الوداد الرياضي هو شكل نضالي انذاك عن طريق الرياضه. فالحمد لله الكل يشهد تاريخيا بان مؤسس نادي الوداد الرياضي هما ناس كانوا وطنيين وهما ناس اللي كانوا كيبغيو البلاد وهما ناس اللي قاوموا الاستعمار عن طريق الرياضة لا في السباحة عندما كان المغاربة ممنوعين من دخول المسابح نظرا لعدم إمكانية انخراطهم في الجمعيات اللي كانت عندها إمكانية دخول المسابح لا في كرة القدم. راه هو السبب ديال الخلاف باش مشات للوداد لأنهم حبسوا عليهم المسبح وقال لهم سيروا ديروا المسبح ديالكم بينما كان الوداد كان عندها أبطال آنذاك في كرة الماء في الوتر بولو. نعم ثم جات كرة السلة اللي كرة اليد وكرة ولكن كرة السلة مع السباحة كانوا هادو كرة الماء كرة الماء وكرة السلة هما البداية لأن عبد الرزاق مكوار كان من اللاعبين ديال التركيبة والتشكيلة الأولى ديال الوداد كرة السلة هو عبد الطف العراقي هو العربي السقلي وواحد لقيت أنا واحد مجموعة ديال دوك الوثائق اللي فيها هاد الناس اللي لعبوا في آنذاك على ذكر سعد الغني العثمان على ذكر عبد الرزاق مكوار يكفي نقولوا بانه وثيقه الاستقلال انها تسند في دار عبد الرزاق مكوار بفاس لا الحاج احمد مكوار يعني لا فامي مكوار عمو هذاك انا مشيت لديك البيت لذاك الدار وشفت هذيك الوثيقه اللي موقعين فيها 66 ديال 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 المقاومين وديال هذا كيبين بانه راه الكره راه عندها واحد المكانه ديالها يعني في حل مشاكل ديال بزاف ديال الحوايج وبالتالي ف هاد المونديالتو وفريق الوداد البيضاوي يعني بالجمهور ديالو كنتسناو منه اشياء كثيره. علاش؟ باش نبينوا بانه كره القدم يعني كتقدر انها تجمع بزاف د الحوايج، تجمع الشعوب، تجمع العلاقات ما بين الناس، تكون النضال والوجود ديالهم غادي يكون من اجل هذا الشيء انهم يشجعوا فريق الوداد البيضاوي. ثانيا يعطيوا واحد النظرة على أن الجمهور المغربي جمهور كيحب كرة القدم لأن الوداد تأسست من أجل قضايا من ضمن القضايا كانت القضية الأولى هو الاستقلال وراك لو العصا الناس بيان سور كانوا كيسمعوا كيخرجوا كيكونوا خارجين في الليل فين كنتوا قال لهم جماعة في الوداد كيبقاو يصلخوا فيهم عندنا التسجيلات ديال الحاج عبد القادر جلال وديال واحد المجموعة ديال الناس عندنا التسجيلات ديالهم. غادي نمشي غناخذ معايا الحاج عبد الرحيم صابر رئيس جمعية قدماء اللاعبين اللي لعبوا يعني المباريات الكبيرة ولعبوا في التورنوات كيف تيقولوا الدوريات الكبيرة والألقاب يعني الآن غادي يكونوا تاهما سعداء ويفتخرون أن الوداد غادي تلعب المونديالتو. كانت مجموعة ديال المحطات راها يعني الوداد التي تكبر في المحافل الدولية وفي محطات دولية. نعطيكم أنا واحد الموسم اللي كان من أقوى المواسم 1947-1948. هذا الموسم فازت فيه الوداد في زمن الحماية بثلاثة ديال الألقاب، البطولة الوطنية و بطولة شمال إفريقيا وكأس سوبر ديال شمال إفريقيا. والجميل أنه بدون هزيمة، وهذا هو الموسم اللي كانوا فيه لا تريبليت محمد أنوار الشتوكي، عبد السلام عاطف ودريس جوميد. هاد الثلاثي راه في هذاك الوقيته في الأربعينيات بغتهم برشلونة ب 30 مليون ديال الفرنك الفرنسي. هي شحال دابا؟ ما نقدرش، انا ضعيف في الحساب. ملايير ملايير يعني ملايير. هاد التريبليت راه كانوا من اخطر ما كان في الوداد. هذه من المواسم، وهاد المواسم راه تكررات على امتداد التاريخ. كيجي جيل وكيحقق حتى واحد ثلاثيه ولا كيحقق واحد الامور. احنا مازال كنحاولوا نرتبطوا بعبد الرحيم صابر، ولكن الأستاذ شو تعليق ديالك على هاد المحطات هادي؟ هي محطات جد مهمة، إلى يعني بحال ديك البوزل اللي كتشكل الوداد. نعم اللي كنبغيو احنا اليوم
من لا تاريخ له لا حاضر له ولن يكون له مستقبل ولا حياة له ولا حياة له. فاحنا الحمد لله نفتخر بتاريخ نادي الوداد الرياضي منذ تأسيسه إلى اليوم. فترة الحماية بعد الاستقلال هذه كلها محطات اللي كنفتخروا بكاع داكشي اللي داروه دوك الناس فيها. أسماء عديدة وعديدة اللي مرات من نادي الوداد الرياضي وبغاو فروق كبيرة. ربما أن الظروف ديك الساعة ما كانتش كتساعد، ربما أن حتى مفهوم الهجرة أنا دا كان عنده مفهوم آخر، كان عنده تصور آخر، كان عنده تفسير آخر. فلذلك اللاعبين بقوا هنا، ولكن احنا كنحاولوا ما أمكن في كل محطة أن نعطيهم حقهم ونعترفوا بكل ما قدموا نادي الوداد الرياضي. نعم أكيد، لأننا ملي كنتكلموا على التاريخ، التاريخ هو العلم الوحيد الذي نعرفه ونعترف به. معنا الحاج عبد الرحيم صابر. الحاج مرحبا بك. مرحبا بالمستمعين الكرام وسي مزواري اللي كان يمكن له كل احترام وتقدير. لا هذا الاستاذ زوات مهدي زوات. راه كاين حتى المهدي المزواري حتى هو من اسرته. لا المهدي زوات الرئيس الشاب الاستاذ والرئيس الشاب ديال كره اليد وعضو في المكتب المديري. نعم بخير بلغ لي السلام تاعي. ما نبلغش لي، بلغ لي انت. انا لاش غادي تزيد كنسمعوك السي صابر، كنسمع بحالي بحال مزواري بحال بحال كنسكن في المحمديه جوج. الله يكون انا اولا باسم كل المكونات ديال المؤسسه ديال الام اف ام نقدموا التعازي الى عائله سحيتر في رحيل سي محمد صحيتا اللي كان هو من اللاعبين المتميزين المرموقين وقد رزئت عائلة صحيتا. وكنت كنشوف انا الحاج عبد المجيد يوميا يتردد الاخ ديالو في وضع صحي حرج. تلقينا التعازي من الحاج احمد الناجح العلوي من واحد العدد ديال الاصدقاء في رحيل، وايضا اداره الوداد في رحيل السي محمد صحيتا. وكنعزوكم ايضا انتم قدماء لاعبي نادي الوداد وكل مكونات الحاج عبد الرحيم صابر. احنا بالدور ديالنا السي ابو السال احنا كنعزيو الاخ ديالنا عمجيد صحيتا فقدان الاخ، ما غنقولش الاخ ديالو، كان بالعكس كان الاخ ديالنا احنا المعين حيت كان دائما معنا، اللهم اغفر لنا وله. وتعازي يعني بنيابة عن جميع قدماء اللاعبين. نعم الآن الوداد الرياضي العالمي لأنه غادي يشارك للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعد 2017. كيف كتشوف هذه المشاركة؟ لا أحد الآن يجادل على أن جميعا مع الوداد، كيف كانوا جميعا مع المنتخب الوطني المغربي، الجمهور ديال كرة القدم الجمهور المغربي كيقلب على الفرص الآن فين يمكن أننا نفرحوا، أننا نحتفلوا، أننا نخرجوا، أننا أيضا تستمر هذه الفرحة اللي كانت من الدوحة إلى القصر الملكي العامر والآن مع الوداد بين الرباط وطنجة. والسي أبو السل كما تعلم ويعلم الجميع فريق الوداد رمشي فريق اللي يعني يشارك لأجل المشاركة. ففريق الوداد فريق كبير بالرجال ديالو بالألقاب ديالو بالجماهير ديالو. فالوداد كان دائما حاضر في جميع في أغلب التظاهرات الكبرى سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإفريقي أو على حتى الصعيد العالمي. نعم نعم في على هذاك. وخير دليل على ذلك المشاركة الأخيرة اللي في كأس العالم كانوا 3 لعابة ديال الوداد اللي كانوا هما الوحيدين من البطولة. نعم من البطولة أكيد. ففريق الوداد معروف أبو ستار بالألقاب ديالو على الصعيد الوطني أو على الصعيد الوطني أو الصعيد الإفريقي. فإلا جينا ندو على الصعيد المغربي فالفريق الوحيد اللي حصل على كأس محمد الخامس. نعم نعم الخزينة ديال الفريق ديالنا والحمد لله متقالة، مش متقالة بالألقاب سواء وطنيا أو قاريا. نعم والحضور الآن في السنوات الأخيرة
مع السي سعيد الناصري والمكتب المسير ديالو الوداد سجل حضور قوي قاريا وقد ازعج. وشوف الحضور ديالو جعلهم انهم يغيروا حتى القوانين، ما بقاتش ديك ذهابا وايابا في النهائي، الان ولات مباراه واحده. هذا الفضل ديال الوداد بطبيعه الحال. وقف في وجه الفساد بلاتي بلاتي الاستاذ. اسمع الاستاذ المهدي زوات شنو غادي يقول لك على ان جبد هذه القضيه ديالت على ان الوداد تارى في وجه نعم الوداد وقف في وجه الفساد في القاره الافريقيه، لان الكل كان كيعرف سميوش الفروق مي كل شيء كيعرف شكون الفرقين اللي كانوا طاغين في افريقيا بالحكام بالدهاليس بداك الشيء اللي كان كيوقع خلف الشاشه. نادي الوداد الرياضي اكد على داك لادين ديال المقاومه ديالو وقاوم الفساد في واحد المنظومه اللي كان صعيب حتى انك تكلم فيها على الفساد في كره القدم. واستطاع، وانا كنت حاضرا، كان لي شرف الحضور انا ذاك في عين المكان وشفت ملعب رادس في ملعب رادس وشفت كيفاش ان لما صراحه ما يحسب للرئيس فداك النازله بالضبط انها سير الامور بواحد الشجاعه وبحكمه راه باش احنا غير في واحد لالوج ودخلوا عندنا اكثر من 19 بوليسي. نعم فما بالك في ارض الملعب نزلوا دوك لي كاغولي لي دوك السنايبر ودايرين بهم وتيقول وداك الشيء زعما صعيب انك تاخذ موقف رجولي بحال ديك. وحتى المسؤولين ديال الاتحاد التونسي كان قال له ودي اعطي الكاس واعطي الميداليات خوفا من انفلات امني. الله الله تونس تونس غتولي واقفه على 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 ماتش ديال الكره على مباراه. كان فصراحه هذو بين الامور التي تحسب في تاريخ نادي الوداد الرياضي بكل فخر واعتزاز هي تغيير هاد القواعد. وشفنا مباشره من وراء داك الكاس شفنا كيفاش الفرق اللي ولاو كيوصلوا للدومي فينال ولاو كيوصلوا للفينال ما بقاش ديك السيطره. ولكن سليم شيبوب اللي هو سليم شيبوب اللي كان هو سهر الرئيس المخلوع بن علي كان قال اودي راه كنا راه كنربحوا كنجيبوا الحكام وكنجيبوا السيكان الفلوس وكان كنا كنجيبوا الكلاب الفيسير اللي زار كنجيبوا كنخلعوهم وكان عبد الرحيم هادشي كان هذا التطرع هذا كان تسجيل صوتي اللي مر دوزناه ديالنا اللي كان اكد فيها كاين التلاعبات وكاين الفساد. وبالتالي كان قال سي المدي بانه الفريق الوداد البيضاوي على غرار السنوات السابقه ديالو على غرار ما قدموا الكره المغربيه والافريقيه اليوم راه كيقدم واحد التضحيه كبيره واحد التغيير داخل الاتحاد الافريقي واليوم راه كنشوفوه دخل العالميه للمره الثانيه على التوالي. إذن أنتم كتعنت عشتوا واحد العدد كبير الله يطول في عمرك الحاج عبد الرحيم صابر أنت والأصدقاء في يعني هذه المؤسسة دي القدماء اللاعبين يعني أنتم عشتوا ولكن اليوم غادي تعيشوا أيضا من بعد 2017 هتعيشوا المونديال أيضا والوداد تتبختر بالأحمر أيضا. يا سيبو أستاذ قبل أن ندعو على المونديال الوداد الحمد لله يعني ولات عندها واحد التجربه ما كناش كنشاركوا لاجل المشاركه. نعم بل ولينا كنشاركوا ولينا كنديروا الالقاب ولينا كنلعبوا على المراكز الاولى ما بقاش ذاك الفريق اللي كيشارك باش غير يشارك. بغينا يعني حطمنا رقم قياسي في المشاركه حطمنا رقم قياسي بالنسبه للفرق اللي كدوز الدور الثاني ما بقيناش محدودين في يعني في دوري المجموعات ولعبين على المراكز الاولى يعني تقريبا الى ما لعبناش الدومي فينال كنلعبوا داخل الكارت فينال ما بقيناش من هذاك. اصبح الفريق من اقوى فرق ديال افريقيا ولا كيضرب ليه الف حساب وحساب ما بقاش غير فريق الوداد وفريق الوداد راه عنده تاريخ. ودابا شوف هذه الوداد التي عذبت اليسام واليوسا والراك اللي كانت ديال النصارى وعذبت كاع هذوك لايس ديم والله يستيف وهذاك الشيء اليوم تاخذ ايضا يعني محطه اخرى ومسؤوليه اخرى للدفاع على كره القدم وتمشي في هذا المد اللي كاين الان ديال 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 الكره. اذا رساله ديال جمعيه قدماء لاعبي الوداد الرياضي الجماهير الجمهور ما بقاش محتاج ان تقول لي يجي وغايجي وغايحضر الوراق ما بقاوش والوراق ما بقاوش الشباب والسالم بطبيعه الحال. فهذا جمهور الوداد يعني غادي مواكب يعني التطور اللي غادي فيه الفريق والنتائج اللي غادي فيها الفريق. فراه فاش اذا شفنا هاد البدايه ديال هاد
يعني غنقول المرحلة الثانية من البطولة. نعم. بديت شوية معطلت مع الطريق. نعم. يعني هذاك الشيء راجع لعدة أسباب، ولكن من بعد الفريق بدا كيدير الفريق غادي أحسن إلى ما أحسن. فكنتمنى إن شاء الله هذه راه واحد الأمانة عند هاد يعني هاد الجيل. الجيل باش يكتب التاريخ. دابا باش هو يدخل التاريخ من باب ديال الواسع. وعندنا الحمد لله عندنا الثقة الكاملة في اللعابة. يعني يمشيو بعيد في هاد النوض ديالكم ان شاء الله. شكرا. نعم. والجمهور سي ابو السال كما كيعرف الجميع جمهور الوداد ما غاديش انا اللي غادي نصفو ولا شي حاجه، ونصفو العالم، العالم كله. نعم. نعم. العالم احسن جمهور في العالم. لا لا شفنا داك الشيء شنو كيقدموا دوك الرسائل ايضا والحضور. كما نصف الوداد احسن فريق في المغرب. نعم. هادشي ماشي كنقولوا انا، كيقولوا الاحصائيات وكيقولوا الارقام اللي داكشي اللي نعم. اذا شكرا. شكرا الحاج عبد الرحيم صابر على التواصل، وتحيه الى لاعبي الوداد السابقين، ما تنبغوش نقولوا القدامى لان اللعب ما تيقدامش، ديال مختلف الاجيال. وان شاء الله مزيد من افراح ومزيد. هذا جيل اخر عليه المسؤوليه ديال تركها الاسلاف، مسؤولية الدفاع عن الوداد وتاريخ الوداد. وهذا ليس عزيز على هذا الشاب، هذا مهدي النفطي ومع مجموعة من الأولاد راك شفتيهم كلهم تيحملوا القميص ديال الوداد، والكل أمورها متوفرة. غادي نبقاو دائما مع الوداد، وغادي نمشيو لعند العربي أحرضان. العربي أحرضان التقيناه حاصرناه وطرحنا عليه السؤال حول الوداد وهي في المونديالتو. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكر الأخ مسال على هذه الاستضافة. بالنسبة للوداد إن شاء الله غتكون في الموعد، نظرا للمجهود اللي تيديروا المسؤولين والمجهود اللي غادي يديروا اللعابة والمدرب، وخصوصا اللاعب 12 في الملعب هما الجمهور اللي غادي يكون إن شاء الله حاضر بكثرة باش يشجع الفريق ديالو. وفعلا بالنسبة لي أنا غادي تكون إن شاء الله واحد الماتش اللي غادي يكون إن شاء الله باش نزيدوا الدومي فينال وما لا نبقاو للفينال. ولهذا أنا عندي الثقة في اللاعبين، عندي الثقة في المدرب وفي الجمهور بأن الفريق غادي يكون في الموعد إن شاء الله. السي العربي الله يطول في عمرك، الآن في هذا السن هذا وكتشوف الوداد أنها شنو اللي كتحقق، يعني كيف كتشوف هذه الإنجازات؟ دائما حاضرة في عصبة الأبطال الإفريقية، دائما حاضرة في المنافسات الكبيرة. الوداد اللي عشتوا معها كبيرة مازال كتكبر من نهار الآخر. حقيقة بالنسبة لي أنا الوداد اللي حد الآن غادا في المسار ديالها بالتخطيط اللي دايروا المسؤولين، وتنتمنى باش الفريق يزيد لقدام. حقا اللي كنتأسف عليه انا بزاف وهو في الوقت ديالنا ما كناش نشاركوا في ذوك الكؤوس الافريقيه، كنا تنشاركوا حتى حنا في ذاك الوقت، كنا حتى حنا عمرنا الخزينه ديال الوداد بذوك الكؤوس. ولكن جاوا هذا الجيل اللي مشى واللي دا كاس افريقيا واللي دا بطولات، حقا حتى هو المهم كمل المسيره ديالنا حنا، وهذا هو المضمون منهم. فنشكرهم على هذا الشيء اللي داروا. السي العربي هاد المونديالتو في المغرب وفيه الوداد كيجي من بعد الشهر ديال دجنبر الاخير اللي كانت فيه المنتخب الوطني المغربي في قطر. هذاك الشيء اللي تحقق الان الكل تينتظر الوداد ايضا باش تكون. الوداد كان دائما في المناسبات الكبيره كتكبر. حقا بهذاك الشيء اللي دار المنتخب ديالنا في قطر، حقا ما كاين المثل، ما حقا ما كناش ننتظروا، ولكن جاب لنا هذاك العز ديالنا ديال المغرب. وتنتمنى للوداد تما باش يقدوا الحدوه بحال الفريق الوطني ويعاودوا يزيدوا يفرحوا الجماهير ديال المغرب، ماشي الجماهير ديال الجماهير ديال المغرب وعاد الجماهير ديال الوداد، باش يكملوا هذيك الملحمه اللي داروا الفريق الوطني في قطر. نعم. هاد التظاهره غتكون في المغرب، التظاهره اللي كانت شاركت فيها ديال 2017 كانت في الامارات العربيه، دابا في المغرب والجمهور في المغرب وكل شيء في المغرب. ان شاء الله هذول كنتظروا يكون احسن. نعم
هذا أخ أبو السال تنتظروا يكون أحسن نظرا للمقابلات اللي غادي يدوزوا في المغرب، وتنتمنى اللعابة باش يكونوا في الوقت ديالهم باش يكملوا المسيرة ديال فريق الوداد، باش يفرحوا الجمهور المغربي ويفرحوا جمهور الوداد، وتنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مع مدرب جديد الان، رسالتك لهذا المدرب الجديد ولا هذاك الاخر؟ المدرب الجديد تنتمنى له مسيره بحال وليد الركراكي، وتيبان لي انا من التحسين راه بحالو بحال وليد الركراكي. كاين شي كلام التحسين كيبان بحالو لوك، حتى النجم التقني ديالو غادي من كيتحسن من المباراه الاخرى. شنو الفريق الوداد البيضاوي في المباراه الاخيره ضد المغرب فاسي عاد العهد ديالو، عاد هذيك الصوره ديالو اللي مؤلفه اللي مؤلفه الجماهير المغربيه وكذلك الجماهير ديال الوداد البيضاوي اللي كانت مسانده بقوه. شنو الحضور الكبير الدائم وخير دليل بان التذاكر ديال المونديال راه ديال الانديه راه نفدات كلها بحيث تم شراء ديالها بالكامل، وبالتالي فريق الوداد البيضاوي غادي يكون مساند في المباراه الاولى ديالو ضد الهلال السعودي. نتمنوا يكون في المستوى المقابله الاولى هي اللي لان الوداد يدوز غادي يتلاقى مع فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي. نعم، والوداد راه سبق له لعب مع فلامينغو، لعب مع فلامينغو في التكريم ديال عبد الفتاح العلوي. انا العلوي كانت المقابله انتهت بجوج جوج، اللي كان سجل انا ذاك الوداد كانوا جوج ديال اللاعبين، كان فخر الدين والوداد كانت معززه بالبياز وبالحداوي، كانت معززه وظلمي جابهم عبد الرزاق مكوار باش يعززوا الوداد. هذا في هذا الاطار، لان هذا كيبين ايضا العلاقه وجماليه الاستاذ المهدي. كنظن بان الشحنه المعنويه غادي تكون يعني صالحنا، لان اولا الوداد داخل يعني بواحد لاكور طالعه ديال الوداد، ان المدرب جديد راه ما ساهلش انك تبدل المدرب في هذيك المرحله بالضبط. نعم لا تخيف، والوداد ما تاثرتش بالتغيير، لان الوداد كتحت الرتبه اولى مناصفه مع الجيش الملكي. الوداد عنده 31 نقطه بتسع ديال الانتصارات، اربعه ديال التعادلات وجوج ديال الهزائم فقط، مسجلين 18 الهدف وداخل الشباك ديالهم تسعود، عندهم زائد تسعود مزيان. دونك ما ساهلش انك تبدل المدرب في هذه المرحله الحساسه، لان هذيك لا تخيف راه صعيبه، وانت في الوقت ديال لا تخيف بون كان ما كان ديك الساعه الى اخره ما كاين لاش ترجعوا لهذاك الموضوع. فالمدرب جا، زعما انا كنحييه لان في واحد الوقت وجيز جدا لقى بلاصتو، فرض الريتم ديالو وفرض النهج التكتيكي ديالو، وليتي كتشوف واحد الوداد اللي عندها واحد لاتوش ديال داك المدرب. فاولا هذا الجانب الاول. الجانب الثاني الشحنه المعنويه، خصنا نعرفوا ان نادي الوداد الرياضي هو الفريق المغربي الوحيد اللي كيشارك اليوم ثاني مره في كاس العالم كبطل افريقيا. نادي الوداد الرياضي هو الاول فريق مغربي يشارك مرتين في كاس العالم كبطل افريقيا. ثاني حاجه الجمهور المغربي اليوم متعطش لانه يشوف، ولكن هذا ستون امر دو بالخونشون، لان الجمهور المغربي اليوم عنده لا باغ طالعه ديال نصف النهائي المونديال. اكزاكتومون، دونك دابا خصو يتسنى منك على الاقل حتى نصف النهائي ولا النهائي. فكنظن بان الاجواء جد مناسبه، الظروف كلها متوفره، الجامعه ايضا مشكوره، غادي يكون ان شاء الله جامعه مشكوره جابت بعد المونديال المغرب مره اخرى، المره الثالثه هذه كيتنظم المونديال بطبيعه الحال. هذا هو التكامل اللي بغيناه، صحيح، بين القواعد وبين المؤسسات. هو سي ابو السلام نقول واحد المساله، واحد كنظن بان جميع المكونات ديال كره القدم الوطنيه اليوم مجموعه في انها تعطي واحد المنتوج زوين، وفي انها توجه ذاك الجمهور لواحد الممارسه تشجيعيه جماهيريه زوينه. فقط هناك بعض الفلتات اللي كتكون فلتات اللي استثناءات، مع الاسف معزوله هذيك، ما يمكنش هذيك ليست هي القاعده وليست هي التعميم يعني. ولكن مع الاسف بعض الناس المنسوبين للجهاز الاعلام كيستغلوا هذوك الانفلاتات المعزوله التي تمثل ما يقع في المجتمع اليوم كامل، ويحاولون تشويه صوره الجماهير المغربيه
لا في المحطه الدوليه ولا في المحطه على الجميع الحذر. لماذا؟ لان انت كتقول هذا الشيء خصو يتفجر وانت كتبغي تفجر، ولكن انت تساعد الذين يضربون الوطن من صحيح الخارج. صحيح صحيح صحيح. انت كتشوف البرلمان الاوروبي اش داير، وانت هذاك وانت خدام تتسلق في بلادك وتتسلق في شي حوايج، وقتها كتقول شي حوايج انت ما فاهمهاش بعدا كاع ما عارفهاش انت كاع. هو سي ابو السال مثلا نرجعوا للنقطه الاخيره ديال 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 الاحداث ديال تطوان. كاميرات المراقبه في المحلات التجاريه كل نهار كتسجل مجموعه من الممارسات بحال هذيك التي لا تمثل جمهور نادي الوداد الرياضي، وانما تمثل فئه عمريه في المجتمع اليوم. اللي غايب عليها التاطير، اللي غايب عليها التكوين، اللي عندها لاكسيسيبيليتي، واللي فيها العائله دارت او الاسره مستقله دايره الاستقاله تماما. المدرسه اليوم الاساتذه اللي قرينا عندهم ماشي الى اخره، فكتجي وكتاخذ واحد الحادث بحال هذا اللي هو استثناء، اللي هو والاستثناء اصلا لا يقاس عليه، وكتبغي تروج على انها قاعده تعميم ظالم صحيح، وكتبغي تروج على انها قاعده لجمهور ما، فانت كتضرب بلادك. هذا الموضوع مازال غادي نرجعوا له مع المستمعات المستمعين. ناخذ فاصل قصير الساعه الثانيه والنصف استوديو اذاعه ام اف ام، حنا كنناقشوا المونديالتو وممثل كره القدم الوطنيه. ففي الاسبوع قبل الاخير كان اجتماع ديال المكتب المديري، عائلة الوداد اجتمعت ناقشت وطرحت كل القضايا في مختلف الفروع، فيها يعني الرغبة ديال الجميع كيف يمكن تكوين نادي قوي، نادي بالفروع. كان 11 فرع، الآن كاين أمل أنه يتضاف فروع أخرى. صحيح. والوداد اللي تأسست في 37 لم تولد إلا لتكون متعددة باش يمكن لها تلبي الرغبات ديال الشباب في جميع الأنواع. فاصل قصير، ولكن بعد الفاصل غادي ندير واحد الإطلالة على الدفاع الحسني الجديدي. حنا كنتكلموا على الوداد اللي غادي يلعب المونديالتو، نتكلموا على الدفاع الحسني الجديدي اللي الآن يعني يتأرجح بين، ما عندوش لقب واحد في البطولة الوطنية، عنده لقب في كأس العرش، ولكن نتمنوا له أنه نشوفوا كيفاش كيعيش هذا النادي أيضا اللي توا من الركائز. فاصل قصير، رجعوا لعند مخرجتنا كوثر ثم نعود. سي عبد الرحيم فاكر أين هو الدفاع الحسني الجديد اليوم؟ والدفاع الحسني الجديد اليوم بالبطولة الوطنية كيغير الجلد ديالو، كاين تعاقد مع المدرب سعد الشابي، كذلك تسريح مجموعة من اللاعبين، إتاحة الفرصة للعناصر الشابة ديالو أو أبناء المدرسة ديالو. غادي نشن على أرض الواقع بأنه تم اليوم كيقحم المدرب عناصر أكثر من 7-8 العناصر من فئه الامال، وبالتالي من العناصر الشابه اللي تم الاستقدام ديالها لفريق الدفاع الحسني الجديدي، وبالتالي كيظهر بواحد الصوره من دوره لاخرى كيتحسن الوضع ديالو. ولكن الوضعيه الماديه والوضعيه الحاليه ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي كانت مطلب جماهيري بالتحسين ديالها وبالبحث على الموارد الماليه لاعطاء واحد التكافؤ داخل فريق الدفاع الحسني الجديدي، كذلك العناصر الشابه اللي يقحمها المدرب كتطلب وقت، وبالتالي كتطلب واحد الصبر من طرف الجماهير ومن طرف المسؤولين باش تكون نتائج مستقبليه في المستوى. الان كيظهر لي على ان ربما هذا من المواسم ايضا في تاريخ الدفاع الحسني الجديدي موسم يعني مقبول. بالفعل النتائج الاخيره لما نتائج مقبوله، لا كانت داخل الميدان ولا خارج الميدان، المدرب الجديد، اللاعبين شبان تعطاتهم فرصه، كياكدوا الحضور ديالهم وكياكدوا المكانه ديالهم او الاحقيه ديالهم بحمل قميص فريق الدفاع الحسني الجديدي. عبد الغني العثماني، الدفاع الحسني الجديدي كيجي في هذا في الدار البيضاء الكبرى ياك، الدار البيضاء 16. ملي كنقولوا البطوله الوطنيه يعني فيها فروق اللي دائما غادي نشوفوها في الرياضه، وكتلعب على مستويات كبيره ويمكن كتلعب على الواجهه الافريقيه، ولكن كاينين فروق اللي كتلعب على لا فورماسيون، يعني كتوجد وليدات. نعم. ويمكن كنقول بانه الدفاع الحسني الجديد كتصنفهم انت من هذا طبيعة الحال، لانه منذ القدم دائما الدفاع الحسني الجديد الا وعندها لاعبين شباب كتغدي المنتخبات الوطنيه. انا كنحيي الشابي على هذه البادره الطيبه، لانه الا شفنا العناصر كلها اللي كتلعب دابا كلها شباب من الفريق ديال الامل، ونعطي المثال ماشي حيت ود البلاد ولكن نور زرقان اللي خدا التكوين ديالو ببرشلونة ب ب ب فرنسا
ومشى مشى للراجا مشى للراجا بدا في اسبانيا اسبانيا يعني في برشلونة. نعم. برشلونة باريس سان جيرمان. نعم. وهذا يعني انا دربته شحال مره لانه يمكن قريب ليا بزاف وكنعرفو مزيان في المؤسسات ديال برشلونة في الاكاديميه ثم هذا في 2013 2016 ثم 2016 2019 البي اس جي الباريس سان جيرمان تحول الى فرنسا. هذا من لاعبين انا شفتو ظهر في المقابله اللي جمعت الرجاء والدفاع الحسني الجديدي هو اللي حيد هذوك ثلاثه النقيطات كمدافع في الدقائق الاخيره يعني العمر ديالها. ناخذ معنا عضو المكتب المسير الدكتور صلاح الدين مقترض. سي صلاح مرحبا بك. مرحبا اخ محمد ومرحبا بضيوفك الكرام وكل مستمعات ومستمعي راديو ام اف ام. معنا السي عبد الغني العثماني اللاعب الدولي والاطار الوطني العاني الاعلام كيحضر معنا ايضا السي عبد الرحيم فاكر واللي كيعرف المنطقه جيدا وكيحضر معنا الناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياضي المهدي الزوات. والسي المهدي حاضر معنا لماذا؟ لان كاين المونديالتو على بعد ما عشنا المونديال الوداد غدا تعيشنا ايضا المونديالتو ولكن لابد من نشوفوا القواعد ديالنا الدفاع الحسني الجديد. السي صلاح مقترض بالمناسبة كنستغل الفرصة وكنتمنى الفريق الوداد البيضاوي لأن سوف يمثل الكرة المغربية في الحفل العالمي. أنت بديتي دابا أنت بديتي راه قال لك أسيدي الوداد الرياضي لأن الجمهور تيصيفطوا الميساج على السي فاكر قال لك الوداد الرياضي ماشي الوداد البيضاوي. الوداد أنا دائما تنقولها علاش؟ لأن اللي دار لا لا ما كاينش البيضاوي لأن اللي دار هذيك التقسيم في العهد ديال الاستعمار ديال الحماية هو المستعمر بغى يحبس الوداد في السور الصغير. اكزاكتوم فدينا هنا وجيت قال بغى يحبسها وا سيدي راه الوداد العالمي دابا الله يهديك. الان هو الوداد المغربي كاينه الان هو الوداد صافي ماركي التعادل دابا سي محمد ما كاينش مشكل. قول لي يا سي صلاح لا بغيت نستغل هذه الفرصه ونتمنى لهم يعني التمثيل ان شاء الله يكون مشرف وعندنا فيهم ثقه كبيره لكل مكونات الفريق لا لاعبين ولا طاقم ولا اداره وغادي نكون وراهم وغنكونوا اكبر مساندين ونتمنوا انهم يمشوا ابعد نقطه ان شاء الله. نعم هذه رساله حتى ديال الشقيق ديالك والرئيس الدكتور عبد اللطيف مقترض حتى هو الان كيحمل هذا الهم هذا ديال كره القدم كيسير في قمه الهرم ديال كره القدم بالعصبه بالجامعه ايضا. والان كيف عمل الحال ديال فريق الدفاع؟ ولكن احنا بدينا مع السي عبد الغني العثماني بالحديث على نور الزرقان كيبان على ان بذكاء كبير تمكنتوا من جلب هذا الوليد اللي هو من مواليد 2003 وخديتوا لاعب اللي داز من جوج ديال الاكاديميات كبار ديال في اسبانيا ديال مايست برشلون وايضا بي اس جي ولكن انتم خطفتوه كان في الرجاء. انا كنشوف شكون هذا اللي داروا في لاديست وقال لهم هذا يعني ما بغيتوش ما كتجي شي حوايج يعني غريبين لاعب بحال هذا تقول له انت وتخليه ما فهمت والو. انا سي صلاح الدين صحيح هو يعني تعاقدنا معاه في يعني انتقال حر لاعب يعني بمؤهلات محترمة جدا كما ذكرتي بالفعل هو مر بتكوين كل من الفريق ديال برشلونة والبي اس جي ديال فرنسا يعني لاعب اللي مازال ان شاء الله غادي نقول الكلمة ديالو وخلوق يعني اخلاق عالية جدا وعندو انفورماسيون دابا هذا راه تخسروا عليه الفلوس هذا ربا خسر عليه الفلوس هذا باش يمكن عنده تكوين مهم ولاعب طموح اللي باغي يوصل وكيشتغل الصمت هذا هو المهم. نعم يعني لا الى تابع ان شاء الله في هذا المستوى بهالطريقه اللي كيشتغل بها الان فريق الدفاع الحسن جاي بعيد يعني على الاضواء وبعيد عن
يعني يشتغل يعني بكل تركيز ان شاء الله. كما ما كان انا كان يعني كتبان لي غادي يكون عنده مستقبل كبير ان شاء الله في كرة القدم. نعم. والان هاد 11 سنة 11 موسم اللي كرة القدم فيها في الاحتراف، الدفاع الحسني الجديد بين الرتبة الثانية في الموسم ديال 2016-2017 وكان وراء الوداد اللي ادى اللقب ديال البطولة، ولكن كنلقاو على أن رتب متأخرة 2015-2016 رتبة 13، كتلقى أيضا رتبة 11-2020-2021. يعني هاد شنو اللي كيتغير عندكم؟ كاين مواسم اللي دوزتوهم يعني مزيانين وبعتوا اللعابه وعندكم مزيان، ولكن ما كاينش استقرار. شنو اللي خاصكم في جديد وانتم الفريق الوحيد ديال المدينه؟ انا غنجاوبك بجمل بسيطه جدا. الى خديتي الموسم اللي تكلمت عليه هي القمه ديال التالق ديال هاد الجيل اللي كنا فيه حنا كموسيين، واحد الجيل ديال اللاعبين 2016-17 غادي 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 نرجع باش نرجع للاعب زرقان. انا ذاك كنا جبنا احداد وازارو من 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 الهوات من ادريسوس، كنا جبنا لاعب مروان الهدهودي. ديك الساعه انا ذاك كان في بركان، كان مازال ما عندوش الرقميه ديالو، كان باقي شاب. جبنا مجموعه من اللاعبين الشباب زائد اللاعبين اللي كانوا ابناء المبراطه، يعني نفسنا بهم وفق الامكانيات اللي كيتوفر على الفريق انا ذاك. ومع ذلك خدينا الوصف من وراء فريق الوداد البيضاوي ولعبنا لا الشامبيونز ليغ ومشينا اول مره في تاريخ الفريق لدوري المجموعات. هذيك الحقبه ديال اللاعبين انتهت. من انتهت كيبقى لينا حنايا يعني كنتيجه وكحصيله اللي وصلنا لها في ذاك الوقت. لعبنا نهايه اخرى لكاس العرش، كيبقى لنا بالنسبه لنا على حسب الامكانيات المتوفره للفريق يعني كانت نتائج ايجابيه. ملي كيسالي داك الجيل ديال اللاعبين كانت واحد حقبه اخرى الان ديال التكوين، هي الان اللي حنا كنحصلوا في المنتوج ديالها. الان الفريق تقريبا حوالي 12 او 13 لاعب كلهم ابناء مدرسه الفريق. هي المقابله الاخيره اللي كانوا فيها 9 لاعبين ما بين 18 و21 سنه. مزيان. 18 و21 سنه. حتى ملي ما كيكونوش عندك امكانيات مهمه باش تجلب لاعبين ديال واحد المبادئ مهمه، خاصك تهتم لانك يكون عندك واحد الاكتفاء ذاتي من ناحيه الموارد البشريه. هذا اللاعب دابا اللي عنده 18 سنه و19 سنه اللي هو في الفريق الاول، هذه واحد 5 سنوات كان مينيمو كادير وجونيور. وكان وهنا كنوجه الشكر الكبير لجميع الاطر الوطنيه، وشرف لنا انهم جلوا ماشي جلوهم كلهم لاعبين قدماء ديال فريق الدفاع الحسن الجيدي اللي ساعدناهم في التكوين. وحتى عزيز بودربالة معكم، ان ذكرتي كاع اللاعبين ديالكم راه كاين معكم حتى عزيز بودربالة مشرف وكمدير رياضي. او صافك معك، انا قصدت هنايا اللاعبين قدماء اللاعبين اللي تقريبا 37 او 38 كلهم لاعبين القدماء ديال الدفاع. مزيان. اللي يقداري اللي زيد اسماء ويقداري مثقف كبير. هذو كلهم لاعبين اللي تكونوا هما الان اللي كيشرفوا على الوليدات اللي كنشوفوا من الفريق الاول. لا بد ما يمكنش نتكلم في منبركم وما نشكرهمش لانه كما هو عدد كبير. كل يستحقوا كل الشكر كاسماء. يستحقوا كل الشكر لان هذو مش ولاد خفاء. هذو هما اللي وصلوا هاد اللاعبين ماشي مكتب المصير. مكتوب مصير وجد لهم الارضيه وجد لهم اليه الاشتغال، ولكن هذو راه كيشتغلوا بالخطه حتى 10 الليل تعود الصباح كيبدا العمل حتى 10 الليل تحت اضواء الكشيفه كيبقاو يشتغلوا. هذا منتوج خالص ديال فريق الدفاع الحسن الجليلي. الان يعني في ظل باش نرجع للسؤال ديالك ونرجع حتى للتدخل ديال سي العثماني، لان باش يمكن تقول انا غلب على اللقب راه ماشي مسألة سهلة. يعني تلعب على اللقب ماشي سهلة، متفق أنا وياك. ماشي سهلة، خصنا نكونوا واضحين، باش تلعب على اللقب. ولكن راه شوف هذا راه تعاقب، أن الدفاع الحسني الجديدي ليس وليد اليوم. هذا راه سنوات، راه تاريخ عند الله يرحم الناس اللي سيروا في الأول، إدريس الشاكري، كامل، يزيد الشرقي، عبد الله التومي، وزيد على غير السي إبراهيم أيضا وغيرهم.
ولكن ثم كانت ايضا كان عندكم واحد هما راه ضروا اكثر عبد الرحيم في الجائحه ديال الكورونا حتى الدعم ديال لو سي بي ديال المحتضر الرسمي كان نقص عندهم حتى هما يرقص عندهم بالفعل الضوء. هذا السي صلاح مقترض انا كنعتبر الحصيله ديال 15 مباراه لمرات ايجابيه 21 نقطه من 5 انتصارات 6 تعادل و4 الهزائم حصيله ايجابيه وكما سبقت ونشرتي بان التنافس على المراتب الاولى كيطلب واحد الدعم. فين وصل المجهودات ديالكم في البحث عن مستشهرين ومحتضنين جدد للفريق الدفاع الحسني الجديد؟ صحيح هو هاد خليني نقول واحد الجمله واحد المفردة تعجبني. دوزنا واحد 4 سنوات عجاف هاد 4 سنوات تزامنات مع الازمه ديال الكورونا وتزامنات مع واحد القرار ديال المحتضن الرسمي بخصم تقريبا حوالي 50% من المبلغ اللي كان مخصص. وهاد القرارات جا قرار فجائي. يعني ملي كنقول قرار فجائي انت عندك واحد الميزانيه توقعيه حاطه كتشتغل بها فاذا بك يجي قرار فجائي اللي كيخلخل لك الميزانيه. وهذيك الخلخله ديال الميزانيه اثرت على التعاقدات مع اللاعبين، كانت سبب في مجموعه من اللاعبين اللي كانوا عندنا وازنين واستغنينا عليهم ومشاو للنزاع. خصنا نقولوا كل شيء وتكون الشجاعه باش نقولوها. علاش؟ لان من ما كيبقاش عندك توازن مالي كتصعب الامور. مباشره وراها جات الازمه ديال كورونا، مجموعه من المؤسسات الدستوريه يعني تراجعت على الدعم ديالها تقريبا. وهنا خصني ضروري نمشي لواحد المساله هو الدور ديال السلطات المحليه بصفه عامه في تطوير كره القدم في جميع المناطق المغرب. ملي كيكون عندك مسؤول اقليمي يعني يعشق الرياضه ويحب الرياضه وكيعرف شنو هي ان الرياضه وخصوص كره القدم انها قاطره اجتماعيه واقتصاديه وكيساعدك عندك يعني خصنا نذكروها في الحقبه ديال 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 العامل السابق معاذ الجامي كانت عندنا 8 وهو مبلغ بسيط بالنسبه لي انا الان في كره القدم 8 مليون ديال الدرهم عيد ديال ما بين واحد 4 ديال المؤسسات الدستوريه. فاذا به كتمشي ما كتبقاش كتزيد عليها 50% ديال المحاضرة ما كتمشي. يعني الفريق اللي كل ما كانت مجهودات ديال اعضاء ديال المكتب راه كان ايضا كان العامل اللي كان سابق قبل في الثمانينات كاين السيد الجامعي ما كنكروش اللي هو الانوالي في الجهه ديال الشرق، ولكن كان ايضا الدفاع الحسني الجديدي كان عامل اللي هو السي الوراق. الوراق عنده واحد اللقب عند محبي فريق الدفاع الحسني بانه الاب الروحي للدفاع. وانا غنقول لك علاش انت واقيلا صغير شويه، احنا تبعنا كتعقل على ان الوداد ان الدفاع الحسني الجديدي كان نزل الى القسم الثاني وكان خاصهم موارد، وديك الموارد كيفاش جات؟ واحد الباخره غرقات باقه الان باقه تما راه كتموت. هذيك الباخره من اللي غرقات كان فيها مجموعه ديال كان فيها عدد كبير ديال الخشب. هذاك الخشب راه منو راه مصاوبين دابا حتى النادي ديالكم تما صاوبوا منه وتبع هذاك الخشب. وداك الخشب باش طلعتوا راه الا طاحت الفرقه خصها تطيح شي تغرق شي باقي الاخرى عاد طلعوا. سيدي محمد هاد الحقبه انا عايش ترى في العمر ديالي 50 سنه هاد الحقبه واخا انت بالك ما كيشاب الحقبه عايش ترى مرات غنقول كبير فيها من بعد يعني التنازل ديال 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 الملكين ديال الباخره على الباخره نتاع واحد الاجل حيت ما كانش يتنازلوا راه ما كانش عندهم الامكانيات باش ينقلوا هذاك الشيء يديوه هما ضربوا الحساب لا مارشانديز ضربوا الحساب وما استغناوا على داك الشيء. اذا تجندوا الناس في هذاك وخرجوا هذاك الخشب كان خشب من مستوى الرفيع هذاك على ذيك الوراق نعطيك واحد الخطه اخرى من غير الخشب اللي تباع ودعموا به اللاعبين وتخداو ودوك اللاعبين اللي عاشوا ديك الحقبه انا كانوا محظوظين اغلبيه خداو خداو اراضي هاوي حنا عاقلين على هادشي شتي ها انت لا اسمع باقيين دابا اييه كلشي كنعرفهم زائد واحد القضيه اخرى طاحت الباخره طلعت الفرقه غرقت لا غنعطيك واحد المساله اخرى ما بقاتش في هذا العصر ديالنا اغلبيه دوك اللاعبين توظفوا في واحد المؤسسه الوفيس ديال الفلاحه عادي راه مؤسسه وطنيه هذيك من غير الفلاحه لا راديج لا راديج حتى هي لا راديج راه فيها تقريبا 80% كلهم توظفوا في ديك اللحظه وباقي الان موظفين فيها
هاد الامور اللي كانت وهاد المبادرات ديال السلطات التنفيذيه بصفه عامه افتقدناها الان. دابا بالفعل ولات الاموال ولاو لي كونطرا مزيانين، ولكن هاد يعني المؤسسات ويعني العمل على ادخالهم في هاد المنظومه هو اللي حنا الان بحاجه ليه. لان خاص المؤسسات الكبيره ديال الدوله كما وقع في مجموعه من الدول اللي هما جيراننا والدول العربيه، المؤسسات الكبرى خاصها تنخرط في الرياضه. واخا ارانا دابا اشنو الهدف ديالكم هذا الموسم؟ الهدف هذا الموسم هو لو بليزير، وغنعاود نقول لك لو بليزير نبقى نتفرج في هذه الوليدات تيلعبوا، هذا هدف كبير عندي. لا شوف بليزير والله العظيم دابا كنتفرج في الفرقه واش الجمهور تاعو عنده بليزير واش هذا؟ وقال لك قول الاستاذ مهدي زوات، دابا انت كمسير عندك هذا لو بليزير صافي بليزير، ولكن واش الجمهور تاهو عنده لو ميم بليزير ولا باغي يشوف شويه يبدا كيرجع لانه ما كان عندهم مشكل ديال الجمهور. المساله ديال الجمهور هي مساله يعني ما يمكنش تزلفها ولا لا، علاش؟ لان الجمهور اللي عنده واحد النسبه من الوعي ديال الازمه اللي كاينه وطنيه عند الفرق الوطنيه، وكيعرف يعني بواحد العقلانيه ان باش يمكن تنافس على اللقب خصك واحد الميزانيه تكون مهمه، ولا خصك تصبر على هاد الوليدات حتى يوصلوا لذاك النيفو وتطلع بقيمه الصوره ديالها وحتى كرويه اللي يوصل واحد يعني كيما تقولوا نكونوا قادرين نخسروا ديك الساعه، يمكن نرجعوا لواحد الفتره اللي كنا عشناها في 2016 و17 ويمكن نلعبوا عاوتاني ونكونوا ثروازيامين وجزامين وكثرانين ونلعبوا على الكيسر، يقدر يجي الله التيسير. دابا بالامكانيات الحاليه خص اي واحد يعني واعي وعنده ثقافه كرويه خصو يتمتع بهذ الوليدات ويشجعهم. اللي بيشجع زاد الوليدات بهذا الشكل دابا اللي كاين دابا ما يمكنش تحط الخانه ديال المشجع فارق الدفاع حتى الجديد. نعم وليدات المدرسه كبروا معاك 5 سنين ولا 5 سنين ووصلوا ليك البريمير ويبلون البلاء. واخا الدكتور صلاح مقترض بلاتي راه بغى يتكلم معاك عبد الغني العثماني السي عبد الغني. هو عجبتني هاد المساله ديال انه باغي غير يشوف هاد الوليدات يلعبوا، اولا كيحيد عليهم هذيك لابريسيون، ثانيا اللي هي مهمه هو انك خصك تحاول تامبليكي معك الجمهور. نعم. باش انك تبين ليه بانه خصنا الوقت باش هاد الوليدات ياخذوا الوقت ديالهم الكافي باش يكون عندنا هذاك الفريق اللي بغاو هما، حيت الا الجمهور حتى هو مشى في هذا المخطط كنظن بانه ما غتكونش مشاكل، وهاد اللعابه غيعطيو اكثر لانه ماشي سهل يكون عندك فريق اللي هو فورماتور. وانا كنحيي فيك هاد البادره هذه باش يكون عندك فريق بهالطريقه، لاعبين شباب ديال المدرسه ديال لي جون، وكتقلب باش انك توصل بهم لذاك المستوى اللي بغيت. نعم عبد الرحيم فكر. احنا ديما في هذا الطرح ديال سي عبد الغني العثماني هو واش كاين الرضا ديال الجمهور، حيت كنشوفوا كان النفور ديال الجمهور كان غياب ديالو في الدورات الاخيره، كان اصطدامات كانت بالفعل كانت واش على بحكم هذا المشروع الجديد هو الاقحام العناصر الشابه، واش كاين الرضا ديال الجمهور ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي؟ هو رضا الجمهور كما قال العثماني، هو ان ملي كتخرج وتتواصل وكتوضح بحال هاد الامور الجمهور خصو ينخرط في هاد العمليه. وانا تنعاود نكرر اللي ما ينخرطش في هاد العمليه باش يشجع الوليدات، انايا كنقول لا ما يمكنش يحطو في الخانه ديال جمهور الدفاع الحسني الجديدي، لان سهل انك تكون كتقول انا محب هاد الفريق وكتقول انا باغي هاد العام بطوله. انا نقول لك انت ماشي جمهور فريق الدفاع الحسني، جمهور الدفاع هو اللي خصو يعرف الوضعيه الصعبه اللي كيعيش الفريق مادي. نعم. خصو يعرف المجهودات اللي دازت على مستوى التكوين باش هاد الوليدات يوصلوا ليكيب بريمير، خصو يعرف شنو هو العمل اللي كيدير وتشجيع التحفيز. والجمهور هو حلقه من هاد الحلقه، اذا ما نخرجش في هاد الحلقه وتا هو دعم هاد الوليدات غيكون يغرد خارج الصرم. دابا كاين واحد المعادله، هو اين بغيتي تعرف الجمهور ديال واحد الفريق معين، نقولوا الدفاع ولا كما كان، وملي كتدي الجمهور ديال الوداد غادي يمشي، كتكون الوداد غادي تلعب في الدفاع الحسني مع الدفاع الحسني الجديد في ملعب العبدي، الاماكن اللي كيشغلها وكيحتلها الجمهور ديال الوداد كيبان على ان كتبقى واحد المساحه صغيره ديال الجمهور، هذاك الجمهور هو اللي خاصو يدير هذا الوعي هذا ويقول اودي لا راه خاصنا نمشيو
لان خصنا نكونوا حنا كثار عليهم، لان الملعب ديالك ملي كيكون عندك جمهور كبير بحال المركب الرياضي محمد الخامس دابا اللي تسمى ملعب ومسرح ديال الملاحم كبار المعلقين سموه ملعب الرعب. ملعب الرعب لا، حنا كنبغيو نسميوه ملعب ديال الملاحم، هكذا بغينا حنا الجمهور ديال الدفاع الحسني الجديدي والدكاليون انهم يجيو لفرقتهم ويجيو يدعموا كيسيروا اولاد البلاد. وهذا احنا فتح الابواب ديال الجميع والفريق ديال الجميع أكيد. الملعب والملعب في حله جميله جدا، لا بالمرافق ديالو ولا يعني الملعب بيجو عرفتي راه كيبان لينا ان بيجو. علاش؟ حيت كيبان لك الخاوي ما فيهش جمهور، تيبان اش فيه، تيبان زوين ولكن بغينا يكون اجمل بالجمهور. كنظن يعني اذا استثنينا ما غاديش نعم بعض الفرق، ما نتكلمش على القطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد لان جماهير ديالهم كبيره جدا وفرق كبيره بجمهورها بكلشي. هنا غير المداخيل ديال الجماهير كاين ايضا ثاني، واخا كاين المغرب الفاسي، كاين الجيش الملكي، قنيطره هذه خطره. انا دابا خطفتي ليا قنيطره من فمي اللي بغيت نقولها. راه كاين جمهور قنيطره راه كتخاف من الدوزيام ديفيزيون، ومن هذا المنبر وجه تحية حارة لحلالة بويز من أكبر المعجبين بهم. نعم. تيجيو قطعوا التيكي باش يعاونوا الفرقة وتيمشيو لديورهم. نعم. الدكتور صلاح الدين مقترض، حنا راه سعداء باش نتمنوا تكون معنا ان شاء الله في حلقه قادمه هنا في الدار البيضاء، وانت كتشتغل في الدار البيضاء، رساله لمن توجهها الان في هذا بعد ما رساله للجماهير الجديده العاشقه للفريق. انا ما كنتكلمش على السكان الجديده، كنتكلم على جماهير فريق الدفاع الحسن الجديدي اللي كتعشق الفريق، تجي تشجع هاد الوليدات، راه وليداتهم فيهم ولاد الحي ديالهم فيهم عائلاتهم، يجيو يشجعوهم لان هذا هو المستقبل وخير الفريق، هذا هو الخير والمستقبل ديال الفريق ان شاء الله. شكرا، تحيه للفريق الدكالي، تحيه لكل المكونات ديال الدفاع الحسني الجديدي. قبل ما نستأنفوا الحوار مع ضيفنا ممثل نادي الوداد الرياضي الأستاذ المهدي زوات، وأيضا الإطار الوطني عبد الغني العثماني، غادي ناخذ معنا مستمعاتنا ومستمعينا. كاين الضغط كثير على الستاندر لأنه كيبغيو يعرفوا الجديد ديال فريق الوداد الرياضي المغربي. ومادام معنا السي المهدي، السؤال اللي كيطرحوا الجماهير هو الانتدابات كانت مركزه بشكل كبير على خط الدفاع. على خط الدفاع، هذا سؤال يمكن ديالنا هذا هنا في غنمشيو للبدايه، غنمشيو للميدل، ناخذوا معنا الكحل. السي الكحل، صباح النور سيدي محمد وجميع الاخوان اللي معك. صباح النور مع الجوج، مع الثلاثه. مرحبا بك. انا دابا عرفت دابا ميدل الكحل صديقنا الصباح عنده ثلاثة، ديما نبقى نقولها لك الكحل وانت صديقنا، تفضل. الله يكبر بيك، تحياتي لك سي عثماني لك اخ والاخوان اللي معك. الاخ اللي معانا راه ضيفنا الان اللي مركزين عليه احنا بثلاثة، احنا هو الممثل الوداد اللي حاضر معنا. الوداد غادي تلعب المونديال ديالو، حنا كلنا فرحانين يكونوا معنا اليوم هنا. شكرا. المونديال ديالو انا عندي واحد لو سيمبول ولا واحد الاخر، وهي كلنا مع الوداد. هذا شعار. لا كلنا مع الوداد شعار اللي ناخذوه في قلبنا. ديرنير مون كنت جالس مع واحد السيد كيبيع شي الحوايج كذا، قال لي اش كتشوف؟ قلت له كثر من لي توني ديال الوداد، ولا لقيتي لي توني ديال فلامينغو في الدار البيضاء. لا سانسيرمون يفو اتر تيبيكمون ماروكان. وي نعم، احنا مغاربه وتا مغربي كما قال الحسن الثاني الله يرحمه. نعم سيدي محمد، الاخوان فالصباح كانوا الاخوان، الاخ مهدي، الاخ ديال مراكش، الاخ المحجوب تيكي المحجوب هضر على الفضول. نعم، انا كنشوف على ان الله يرحمه نيلسون مانديلا راه غادي يتحرك في القبر ديالو مع داك لو كاميليون، داك المنافق، داك اللي جا واحد هضر سي المحجوب على النفاق والمنافقين، فاكبر منافق هذاك يدير لو لا تورني ديال لو مون الى قد. حنا شوف هذاك موضوع اخر، هذاك شغلوه جاو خدموا به دايرينوا ليه
هذاك يعني لا علاقة له بالله. كل ما عنده في تاريخه وهذا عنده ذاك الاسم ديال مانديلا، بينما عندنا علاقة له بنيلسون. شكرا لك خويا، شكرا لك خويا الكحل من ميدلت. غنمشيو سلا ناخذ صديقنا الصديق. واسي أبو السال، تحية ليك ولضيوفك المحترمين وللأخت كوثر. وكنقول لك أولا وقبل كل شيء كنترحموا على الفقيدة خديجة أسد. الله يرحمها ويوسعها عليها. اللي افتقدناها وكانت من الممثلات البارعات، زعما كندخل البوبيت ديالنا وهذه. والله يرحمها في هذا. اللهم امين اللهم امين. وبالنسبه للوداد الرياضي خص بغينا يكون حتى هو عالمي. هو عالمي كيفاش راه عالمي؟ راه لعب كاس العالم في الدوره هذه، بغينا يرتقي ويكون حتى في منصه التويج. وزعما راه هاد الفريق راه ديك القضيه اللي قلتي ديال الباخره. نعم. وراه ما كانش في البال ديالنا حتى سمعنا ما عندك دابا. ايوا راه باقى الان، راه باقي واقف داك، باقي بعدا شي حيدو شي طرف، شي قطبان وشي باقي طرف ديالها، باقي كتشوف دخول جديده غادي يبان لك هذاك الطرف. عندها علاقه مع الفرقه لان غرقت ديك الباخره، باعوا داك العود طلعوا الفرقه. وانت هو الاعلام الوحيد اللي كتزودنا بهذا يعني. الله شوف اللي عارف شي حاجه. بغينا الفريق يكون زعما هو القطيره اللي جر ما وراءه القطيره ديال البطوله المغربيه، هو الرجاء. بغينا يسمو الى الامام. ها هو معاك، ها هو معاك الناطق الرسمي الاستاذ المهدي. هو الزوات، تحيه لك الاخ المهدي. مرحبا مرحبا سي صدق. وخويا بغينا الفريق زعما راه هو اللي كنعولوا عليه زعما في الكره المغربيه. شوف غير واحد القضيه، غير واحد القضيه سي صديق. نعم. ونطرق لهاد النقطه، مساله العالمي، حنا لا نبحثوا عن القاب نصنعوها باش نديروا بها الماركتينغ. نادي الوداد الرياضي، شوف اسمعني، نادي الوداد الرياضي عالمي بتاريخه والقابه وانجازاته، ابى من ابى وكره من كره. ليست المشاركة في المونديال التونسي تجعل من الوداد الرياضي فريقا عالميا. ما هي العالمية؟ العالمية هي أن الجمهور ديالك يكون أحسن جمهور في العالم، هي أنك أنت تكون مصنف كأحسن فريق في 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 القارة، هي أنك تكون مصنف كأحسن فريق في 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 البلاد، هي أن اللاعبين ديالك يمشيوا يلعبوا في فرق عالمية، هي أنك تزود المنتخب الوطني في كأس العالم بلاعبين، ثلاثة لاعبين ولا أربعة لاعبين إلا حسبنا أشرف داري اللي مشى في الانتقال ديال الصيف. فهذه هي العالمية التي نريدها، وجمهور نادي الوداد الرياضي. بركة على الصديق، بركة على الصديق، بركة على الصديق. وديما وداد الصديق. الوداد الرياضي فرض وجود ديالو بالعالمية ديالو من قديم الزمن. تبارك الله. زعما خصو يصبوا نحو حدوى هذه الفرق يعني في المشاركه ديال كاس العالم. نعم نعم، شكرا لك خويا الصديق من سلا. غنمشيو مراكش. سي مصطفى، ناخذ مصطفى الودادي. ما يمكنش شي حلقه تفوت ودون ان يدافع هذا، دير البدلاوي ورافع. سي مصطفى. السلام عليكم سي محمد. عليكم السلام. دير بخير الحمد لله. هذا سي عثماني. الله يعطيك بارك الله فيك. كذا سي عبد الرحيم. الله يحفظك السي مصطفى. كيجي لها واحد ملاك. الو ملاك، شكون ملاك؟ شري سلسلتي شكون ملاك؟ شي ودادية بنت سي عبد الرحيم. لا 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 كنصرا في بحال هذا. معك سي محمد طلال؟ لا لا، معايا السي المهدي، استاذ المهدي زوات. نحيو السي محمد طلال ومعنا المهدي زوات. سي مهدي مرحبا سيدي. واخا بغيت نسولك على في مدرسة الوداد. مالا؟ واش الدري الصغار اللي كيجيو حتى واحد ما باقي بغا يدير حارس ومدافع؟ لا كاينين فيها حراس ومدافعين، علاش؟ بالنسبة لي نقص كبير في الدري ديال الوداد في الدفاع، ما بقاش كتنجي المدافعين. ودابا مسألة الإنتاجية ديال المدارس، هما راه معنا الناس التقنيين اللي كيفهموا أحسن منا في هذا الشيء، راه مسألة راه مشكل وطني. راه ماشي غير المشكل ديال الوداد الرياضي، راه المشكل هو أن ارتفاع مستوى البطولة مقارنة مع المستوى ديال المدارس. واش هادوك الدراري اللي عندك في المدرسه قادرين يسيروا الريتم ديال البطوله؟ دونك هذا هو، راه ملي كيبان شي واحد اللي مزيان في المدرسه راه كيطلع. راه اشرف داري يطلع من المدرسه، راه الحسوني يطلع من المدرسه، راه لائحه طويله. لا سي مهدي، دابا المشكل كيكونوا اللعابه ماشي ما كيكونوش، ولكن كيتهملوا في الوداد، وملي كيمشيو الفرق اخرين عاد تيبانوا ثاني. لا شوف، هذاك دابا كاين واحد المساله خصك تعرفها، هي ان المستوى اللي كتلعب فيه الوداد ومستوى ديال فرق اخرى، والضغط اللي كاين في الوداد والضغط اللي كاين في انتظارات جمهور الوداد، راه لاعب كيقدر يمشي يلعب في واحد الفرقه اخرى في البريمير ديفيزيون
وكيدير غلطه ولا جوج وكيخليه وكيعاود يتعلم وكيبدا غادي. مي في الوداد غيدير الغلطه الاولى غيقول لك الجمهور اش هذا طلعت ولا درنا. راه حنا عندنا بعض المرات في الوداد بيت كيسوى بطوله بيت، ولكن يقدر يجي لعاب يعطي بيلانتي تمشي بكاس واش المهدي، ولكن يخليه يلعب شويه. واخا الرساله ديالك هي وصلت، رانا رساله اخرى دابا على المونديالتو. يلا والمونديالتو هو هذاك، فرحنا ملي كان غادي يجي جمال بن العمري. نعم هذا لاعب كبير غادي يعطي الاضافه، لان الوداد خاصه شي لاعب اللي كنت تياخذ الكره بلا صفره. واخا هذوك اللي كاينين ما مقنعينكش انت؟ لا ماشي مقنعيني، هذا جمال بن العمري غادي يزيد واحد الاضافه، لان عندنا مشكل في لاك سنترال. وكان كيظهر لي دابا الوداد عندها لا 33 سنه السي محمد، راه عنده تجربه. جمال بن العمري راه عنده تجربه كبيره. السيدي كلامك هو الكبير، حنا غادي نشوف. ولكن الوداد ما وقفش على جمال بن العمري وعلى ولا على اللاعب، غنمشيو لوجده ناخذوا معنا السي خالد. السلام عليكم خويا ابو سهل، كراك داير لاباس عليك؟ تحيه لك اخي العزيز اختنا كوثر، خويا المهدي زواتي مصطفى طلال. غادي نكون خفيف ظريف، انا المولوديه الرجاء البيضاوي العالمي كما نقولوا، دركا غادي نوليو نحن الرجاويين كلنا وداديون. الله الوطن الملك، نتمنى لهم حظ موفق ويوصلوا لابعد نقطه في هذا المونديال اللي هو في المغرب. وحنا واش غادي نقول لك، نحن قلبا وقالبا لا المولوديه ولا الرجاء ولا ات ولا كل شيء، المهم الله الوطن الملك. تحيه لك خويا المهدي الزواتي، انا خفيف ظريف، الى اللقاء. لا بلاتي 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 نقول لك الخبير اللي عاد وصلني على ان الفريق ديال المولوديه الوجديه كينهزم باعتذار، اعتبار الاعتذار الثاني هذا الفريق ديال الامل، رغم ان الحضور ديالو في تماره غادي يلعب المقابله تما، وهذا اعتذار ثاني ديال الفريق ديال المولوديه ديال فئه، وهو كيبقى هذا وصمه عار كيف تيتقال الان على فريق انه يكون. ولا اله الا الله، انا ديما كنقول لك انا هذاك الجرح نتاع على نتاع الناس نتاع وجده. لا اله الا الله محمد، لا اله الا الله. شكرا لك خويا، تبارك الله عليك. غنمشيو للفاس ناخذ دريس. وسيدي محمد سيدي محمد ابو السهل الغزال، تبارك الله عليك خويا ادريس. ما شاء الله عليك، راه حنا كنفتخروا بك. العفو خويا. نتجو بك انت معلمه ما شاء الله عليك في الاعلام وفي الرياضه، وراك موسوعه ومنجي الطلاب اللي كنا كنقراو ايام زمان. تحيه لك وتحيه لقائده المقصوره التقنيه لاله كوثر اللي استقبال ديالها البشوش، وهذا ما شاء الله ملي كتلقى مخرجات مخرجين في اذاعه ام اف ام بهذه الوتيره وبهذا الشكل، ما كنزيدوا غير فرحا وطربا وسرورا بهذه الاذاعه المحبوبه. وبالمناسبة كنعيو فقدان أحد رموز الصحة الوطنية والرياضة الوطنية، بالحوجي بالحوجي الله يرحمه السعيد، فرحم الله رحمه الله وأكرم مثواه وجعله من أهل الجنة إن شاء الله، والله يرزق العائلة الفاسية ككل والوطنية الصبر والسلوان في فقدان هذا الهرم، لأنه إخوان لا حسين ولا الحسين ولا زعرف منير وسمير، وما شاء الله الله يرحمه ويسع عليه. وانا كنتمنى سيدي ابو السهل، لان لا حديث الا على الوداد الرياضي البيضاوي اللي كنتمناه باش تكون في هذا المونياليتو، تكون مونياليتو تكون يعني في المستوى المطلوب. لان تنشوف سي دريس عندك شي سؤال؟ هذا السي المهدي هو معنا. انا تنشوف انا بغيت هذا السؤال ديالي موجه لهذا الشخص الاستاذ الناطق الرسمي ديال فريق الوداد البيضاوي الاستاذ المهدي الزوات. مهدي ما شاء الله الله يطول لي عمرك، واش يعني تنشوفوا نتائج ديال الوداد البيضاوي اللي فرحتنا في القاره الافريقيه وكانت الند مع فرق قويه؟ واش انا بغيت الصراحه، لان انا المسؤولين ديال الوداد كلهم انا تنحتز بهم، فبغيت على ان الوداد البيضاوي واش عندها القدره وعندها الكفاءه باش تشرف الوطن فهاد المونديال ديال الانديه، وشنو هي يعني الاضافات اللي تيخصهم يزيدوها للوداد باش يدعموها ويعطوها وتبين ديك الصوره الحقيقيه ديال الكره الوطنيه. شكرا استاذي الغالي، خليك معنا. هو السي المهدي الاستاذ غادي يجاوبك. هو كل الظروف تم توفيرها باش ان نادي الوداد الرياضي يدخل ينافس على لقب ديال كاس العالم الانديه. حنا ما داخلينش باش نديروا الانجاز هو نربحوا الماتش الاول والماتش الثاني. اي واحد داخل يلعب واحد المسابقه ومنين تيكون يحملوا
على عاتقه اسم بحجم نادي الوداد الرياضي فهو سوف يدخل من أجل المنافسة على اللقب. غادي نحاولوا أننا يعني الفريق غيدير اللي بجهده والمدرب غيدير اللي بجهده واللاعبين المسيرين كل مكونات نادي الوداد الرياضي الظاهرة والخفية سوف تحاول أنها تكون في الموعد باش توفر الظروف الملائمه رياضيا واداريا وكل شيء باش يديروا باش يديروا نتيجه ايجابيه. شكرا لك دريس من قنيطره من فاس. نمشيو لتطوان ناخذوا السي عبد القادر. السي عبد القادر من باب النوادر كفيف ولكن عاشق لكره القدم هذا ذاكره متنقله. سيدي عبد القادر. السي عبد القادر. السي عبد القادر صديقنا من تطوان. السي عبد القادر. ومنقطع الخط. منقطع الخط على السيم. فيما يخص انتدابات. واحد غير بين المدوشين واحد مسألة شو. مرحبا. المجتمع المغربي اعتبارا لهاد الناس ما كيسميش كفيف كيسميه بصير. نعم. سبحان الله العظيم. وكيشوف انه بصير. اكزاكتومون. من البصيرة. لأن أحيانا كتكون بصيرة. لا كيكونوا سبحان الله العظيم دوك الناس اللي تيكونوا فاقدين البصر تكون عندهم تبارك الله واحد الذاكرة قوية واحد. غادي نمشيو لمراكش. غادي نمشي عند دريس. دريس ما تعرفوا واش كوكابي ولا تعرفوا اليوم غادي يكون ودادي واقيلا. هو كوكاب وما كوكاب هي الاول وهي الاولى. سي دريس. سيدي محمد. سي دريس اخبارك الخوا؟ في امان الله بهذا الشتواء وبهذا الخير هذا ان شاء الله. اخبار هذوك الضيوف؟ هما 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 يقولوا لك ياك حالتهم زوينة كل شيء بخير. شوف الجمال ما نتذكرش فيه انا كندوي على الكرة دابا. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. عطيني على مخك غير عطيني. قال لي بغيت نقول لك اسيدي محمد السي عبد القادر من النوادر انا راه كنت زرته راه الله يعمر هذا. الله يعمر هذا. راه في المستوى هذاك السيد وذكي وباسي اعمى من من من, من, من البصر ديالو. نعم. هو اعمى ديال الله سبحانه وتعالى. نعم. واحد الرجل قلبه حنين. نعم. والله القسم لازم الا انساني وما شاء الله عليه. هذه من جهه. السيد الناطق الرسمي مرحبا. الله يبارك فيك. نعم سيدي. في داعتنا البيضاويه ديال جوج الفروق ديال العالم. نعم. ياك سيدي محمد. مرحبا. سيد العثماني. اهلا وسهلا. الله يبارك عمر سيدي. انا اللي بغيت نقول للسيد الناطق الرسمي وهو قول ليه هو كيسمعك قول ليه بغيت نقول لك انت ويا والعثماني. لا لا ودابا ويلا راه المستمعين كيتسناو. انا من فاس عطيتيني مسجدتي قلت هذاك اللي من لا مازال باقي احنا كنتصنتوا لك بغينا غير نقول لك دخل في الموضوع. انسحب انسحب. لا حاشا. الا بغيت تخرج لي شي ورقه حمراء نخرج. لا حاشا ما عندي لا ولا حمراء لا صفراء انا. على يعني كل حال انا هذا هو المضمون في بلادنا العزيزه اللي زوج الفروق تتمثل العالم الكره القدم المغربيه هكا تنسميها انا لانه تنتمنى من الفرق اخرين حتى هما يديروا الجهد ويكتفوا بعضياتهم ويعطيونا فرقه اخرى الثالثه على الوداد والرزا. كانت مشاركة ديال المغرب تطوان. نسيتي لي فار راه. نسيت لي فار. العالم للأندية. لا نسيتي لي فار وما المغرب التطواني حتى العدد. بلا ما تنتمناو من ثلاثة الفرق أخرين يزيدوا لنا اللي قدام ويمثلوا لنا كرة القدم كيمثلها الفريق الوطني. على رأسهم رئيس الجامعة المحترم السيد القجع. أنا اللي بغيت نقول للناطق الرسمي لأنه سمعت له قبل الجمهور السيد محمد شرطي له. واش يمكن ملي بدا المونديالتي واش يمكن بغيت تخليو شي حاجه مخصصه اللي هي في التريبير كيف تنقولوا حنا الجمهور البيضاوي ولا الجمهور مختلط؟ نعم. هذه من جهه لانه كنا تنشوفوا الفرماجه ديال ناس اخرين والجهه الاخرى ديال ناس اخرين. اليوم الوداد غادي يمكن يتبعها لطنجه ولا للرباط ربما نقولوا النصف الدار البيضاء والنصف الاخر من مدن اخرى. يلا وخليه يجاوبك يلا. هاني
ما فهمتش بالضبط. الجمهور يعني الجمهور كيقول بانه غير الجمهور البيضاوي غادي يكون كثير، واش غتخليوه واحد ليسباس للجمهور الرياضي؟ يعني دابا اول حاجه خص الناس يعرفوها هي ان اللي مكلف بالتنظيم هو الفيفا، هو الفيفا، واللي غادي يشري غادي يشري من عند الفيفا. والناس فاش شراو زاد لي تيكي راه تباعوا كاملين، وقضيه التيكيتات ما ديال لي تيكي ما غتعاودش ثاني. داك الشيء دوك الهضره خاويه اللي ظلموا فيها الناس واللي تساءوا فيها الناس. دونك اللي كاين هو ان اللي شرا شي تيكي راه عنده النمره ديال الباب، والنمره منين غيدخل غيجلس في ديك البلاصه. دونك ما كاينش شي تخصيص ديال شي فيراج معين ولا شي حاجه، لان مساله تنظيميه داخله فيها الفيفا فما كتفهمش هذا الشيء. نعم نمشيو ليوسفيا ناخذوا معنا السي نور الدين. اهلا مساء الخير سيدي محمد. مرحبا السي نور الدين، اخبارك؟ تحياتي لك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا على البرنامج ودائما في المستوى العالي. الحمد لله للمتبادل خويا. الله يكبر فيك، تحية للطاقم اللي معاك وشكرا على المواضيع الرياضية اللي صراحة دائما في قلب الحدث سيدي محمد. الحمد لله الحمد لله. وهذا بن خضرة كيحييك. بن خضرة راك عزيز وغالي. الله يكبر بك خويا. وتحية للطاقم اللي معاك وتحية للإخوان وتحية للسيمادي. اش أخبارك خويا؟ الله يحفظك الله يبارك فيك. الله يخطيك السي نوردي. الله يكبر بك خويا، ونتمنى ان شاء الله هذا الشهر هذا يدخل لك بالصحه والعافيه وحنا وداديين حتى الموت حتى النخاع. تحيه وداديه لك خويا، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للوداد، ولما لا نشوفوا الوداد في الفينال ان شاء الله. لما لا تلعب كاس ان شاء الله في 2013 ونشوفوا الوداد ان شاء الله فريق عالمي. والوداد دائما عهدنا في المحافل الكبيره كيكون كبير، ونتمنى ان شاء الله كيفما شفنا الكره المغربيه مع المنتخب رفعوا لنا الرايه، لما لا الوداد تاهي ان شاء الله تمشي للفينال ويقدموا لنا مستوى كبير اللي ان شاء الله يشفع عليهم ونشوفوا فريق عالمي. وتبارك الله عليكم ان شاء الله. تبارك الله عليك. شكرا. نرجعوا لتطوان، كان قاطع الخط على مستمعنا وصديقنا السي عبد القادر من باب النوادر، واللي كان دعوا عليه ايضا الاستاذ المهدي زوات على انه هذا كفيف ولكن رجل رائع. سي عبد القادر السلام عليكم. هذا سي ابو سعد. اهلا سي عبد القادر. بخير. تحيه لي ليك وتحيه للسي عثماني وتحيه للاستاذ اللي معاه وتحيه لمستقبل المكالمه الاستاذه. الاستاذه كوثر الله عليها. كنت سي ابو سعد. الحمد لله. وكنطلبوا للوداد ان شاء الله. نعم كنطلبوا للوداديين يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. كيف كتوقع هذه المشاركه؟ المشاركه مزيانه، راه مونديال شي حاجه في بلادنا. معلومه مونديال المره الثالثه كيتقام في البلاد وعندنا شي حاجه. لا 2013 هو هذا 2013 وصلت النهائي من بعد منها المغرب التطواني لعب مقابله واحده، من بعد منها الوداد 2017 جوج المقابلات مع باتشوكا المكسيكي ومع وراوا ديال اليابان. واش زعما ما نطلبوش شي مقابله من ريال مدريد وطنجة؟ وهذا الشيء اللي بغينا حنا، راه كنتسناو هذا الوداد مع ريال مدريد في طنجة. هذا الشيء علاش كتقلب؟ وانا مغربي تطواني رياضي. هذاك الشيء كاين فيك، ولكن ديك الساعة غتولي مغربي تطواني ودادي. ان شاء الله وسنه، واذا كانت الوداد ودادي ديما. ما كاينش. تبارك الله عليك السي عبد القادر. شكرا. الى طنجه ناخذ السي نجيم. الو السلام عليكم. عليكم السلام السي نجيم. تحيه ليك السي محمد ابو سال، وتحيه للسي عبد الرحيم فاكر والسي عبد الغني العثماني والمهدي. مرحبا استاذ المهدي. هو معنا معك نجيم الودادي اللي عندي ولدي بنتي وداد ولدي فخر الدين. شو اش داير؟ تبارك الله. معك الودادي الحقيقي. واش هادشي كتقول؟ اسمعني يا سي محمد ابو سير، والله سيدي وما كيسالي حتى واحد حول في لما اللي دات الوداد الشامبيونز ليغ ب 2017 شريت حولي وذبحتو الدراري بالحومه. وخليتها تاريخيه. واخا 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 الوداد ربحات انت فرحتي والحولي مالو مسكين. عملنا سر خلق لنا التبليغ. واخا سيدي واخا. وشوف هو سي محمد ما كرهناش الوداد كي جات لعبت عندنا هنا في طنجه بالحق الخير وفيما اختاروا الله، واخا في الرباط واخا في طنجه احنا المغرب ديالنا كامل واحد، وغنشجعوا الفريق الوداد ديالنا اللي كنحبوه وكنبغيوه وكنموتوا عليه. وانا كنقول عرفتي ولا دابا كلشي مورا الوداد.
كل شيء يلتفت مورا الوداد والوقت المحاسبة كيكون في شهر 6. أما دابا دابا الانتقاد بنا وإني دابا ندعموا اللاعبين صافي رسالتك وندعموا المكتب المسير إنما حنايا على واحدة ظهورة عالمية نعم وكنتمنى نشرفوا عرفتي الكاس وإذا دات الوداد المولاتو واجيو لعندي إن شاء الله نجيو لعندك غنمشيو لوجدة ناخذ السر رمضان. السلام عليكم سي أبو السهل. سيدي رمضان مرحبا بك. أنا تحية إليك وتحية للحضور سي عبد الرحيم فكير وسي عثماني وكذلك سي عبد الهادي. سي المهدي. المهدي. نعم. بالنسبة للوداد نتمنى النجاح إن شاء الله والتقدم وتمتن يعني تمثيل المغرب كما قامت به الرجاء في السنوات الماضية. نعم. ولكن أنا شوية كان مع الأسف متأسف كيفاش لقيوا الدول العربية في زوجتنا في أول الأمر اللي قال أول هذا هو المشكل مع السعودية والقرعة هذه القرعة شنو بغات عندها القرعة كنشوفها معناتها والله عليك القرعة لنا جوج دولات عربية هذه مسلمة ديربي تلقاهم جوج ديربي ديربي هذا طبعا ديربي عربي ديربي عرب ما رئيس المهدي في هذا الاختيار هذه القرعة هذا هو السؤال الوداد نشكروها يعني الوداد راه معروفة كي هو الرجاء كيمثلوا دائما المغرب في المونديالات وممتاز داك الشيء ولكن هاد القرعة يعني حلي ما رئيس سي عبد الهادي سي المهدي سي المهدي ما رأيه المهدي هذا هو السؤال يعني تبارك الله عليك تبارك الله عليك السي رمضان القرعة هي القرعة القرعة كتبقى هي القرعة القرعة كتبقى هي القرعة وسبحان الله قد تكون رحيمة وقد تكون يعني احنا كنا في العام اللي غنطلعوا خلال زعما وانا بصفتي كرئيس ديال فرع كرة اليد العام اللي كنا غنطلعوا فيه كنا لاعبين نطلعوا طلعنا الحمد لله سوبر كنا احنا واتحاد طنجة بجو كل شيء في المغرب كيوك الوداد واتحاد طنجة اللي غيطلعوا هذا العام برومي تور ديال البراج ما طحنا مع بعضياتنا نقوم من الاول ناخذ السي اخر مكالمه في هذه الحصه هذه السي محمد من بجعد هذه بني بتاو ياك بني بتاو هذه الدوار ديال بني بتاو السلام عليكم سيدي محمد عليكم السلام ورحمه الله الغيداني محمد جماعه بني بتاو ابي الجعد مرحبا جماعه بني بتاو نعم أستاذ أولا تحياتي لك سيدي محمد سي عبد الرحيم سي عبد الغنيت سي المهدي والأخت كوثر بارك الله عليك أولا أتمنى من القلب خالص نحن رجويين ولكن دابا مغاربة الحمد لله أتمنى التوفيق للفريق الوداد البدوي إن شاء الله حتى النهاية لمالا وربما يديرش مقابلات اللي بقاو في التاريخ وفي الذاكرة وتتمنى من الجمهور يعطي واحد الصورة مثالية وحضارية كيف في المونديال هذه كاينة بلا ما هذه بلا ما دير هذه كاينة حنا نضمنوا هذه كاينة وهذه جوج أسئلة السي محمد السؤال الأول للسي المهدي هل هناك يعني تحديد ثمن تذاكر والسؤال الثاني وإذا كان سيدي محمد مدة هذه ما تكلمت عن الحافظي وأين وصل الحافظي كاين جهود جهود وكاين لأن شوف باش الحافظ يجي للرجاء كيخص أولا يفسخ العقد ديالو لأن هادوك الفرقة ديال الحزم خداو جوج ديال البرازيليين يعني خواو واحد الفرقة خواو واحد البوست وباقي بوست آخر هذا هو اللي بقى ما راه كاين جهود باش يمكن الحافظ يجي وخليه يجاوبك السي المهدي نعم نعم السي المهدي تتمنى له يعني من بعد مديريتو يعني شنو يعني التخمينات ديالو في الفوز ديال البطولة وكأس إفريقيا إن شاء الله وشكرا سيدي محمد بارك الله عليك شكرا السلام عليكم بارك الله عليك الاسمين ديال التذاكر راه كاينين في الموقع في الموقع تم النفاذ ديال التذاكر البطوله وكاس افريقيا راه حنا لاعبين باش نديهم نعم وغنمشيو ناخذوا لاعب اخر من السابقين ومن الاطر الوطنيه اللي عطى اشياء كثيره لا من حيث الالقاب ولا من حيث الحضور ايضا مصطفى شهيد الشريف اللي الان تيشتغل دائما في المجال ديال التربيه والتكوين كيشتغل مدير تقني بنادي الراسينغ البيضاوي مصطفى شهيد الشريف الحاج مصطفى كيتحدث على هذه المناسبه ايضا وكيفاش كنشوف فريق ديال الوداد فريق الوداد غني عن التعريف فريق اللي عنده تاريخ فريق اللي دائما
عنده ألقاب كبيرة دائما اللي كيلعب في تظاهرات عالمية، فريق اللي كنظن بأنه غادي يكون في المستوى في هذا. هو بطل إفريقيا، فريق مرة شحال مرة هو في نصف النهائي. هذا الشيء جاري به العمل. فريق الوداد عادي كيفوز بهذه الألقاب الآن غادي يكون مع الهلال السعودي في المقابلة الأولى. المقابلة تاع السعودي خصنا نكونفيرميو بأنه كما فاز المنتخب المغربي يعني وصل لنصف النهائي تاع كأس العالم، تنظر بأنه ما بقاش رجوع للوراء، خاص التدهور كتجي من بعد كأس العالم. كأس العالم يعني خص الفرق فريق الوداد يكون في المستوى الكبير باش يوصل النهائي في هاد التظاهرة تاع دوري كأس. والجمهور كاين، والجمهور بدون كلام، الجمهور دائما كاين، الجمهور دائما كيساند الفريق ديالو في السراء والضراء. فريق الجمهور اللي دائما هو الرقم 12 فريق الوداد. وانت الحلم ديالك ان شاء الله تشوف الفريق ديالك يفوز بهذا كأس العالم الأندية، علاش لا؟ بطبيعة الحال كنتمنى الفريق الوداد باش يفوز بهذه التظاهرة هذه، ولكن ما نساوش بأنه دابا ولات واحد الانطلاقة في المغرب، يعني ما خصش الرجوع للوراء، لأنه بفضل الجامعة والرئيس فوزي القجع اللي عطى واحد الشيء كثير لكرة القدم والبطولة والمنتخبات. أظن بأنه الفرق كذلك لأنه تهيئت الظروف والأرضية، فأظن بأنه دائما كانت من نولة جيدة للفرق المغربية والفرق الوداد. رسالة للجمهور الوداد ما عمرت نسيتيهم؟ لا لا، الوداد دائما في القلب، ما لقري أنني أنا دابا كان نشرف على كمدير تقني لفريق الراسينغ البيضاوي وكان عمل مع النادي، فأظن بأنه دائما كيبقى ذاك الحب تاع فريق الوداد. قبل ما نمشيو للأغنية ناخذ معنا سعد الإله الصفدي المستشار في الشأن المحلي ورجل جميل أيضا ودادي حتى ودادي يقول كسيدي ونشوفوا سعد الإله كيفاش دابا. عبد الإله العالمي سعد الإله دي محمد الاستاذ فاضل المويه اللي احنا كنفتخروا به تاع ابناء السلطان. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. هذا واقع، الله يحفظك. نقطه اللي بغيتها سي محمد، وهي اولا بارك السي مهدي اللي هو ولدي واخ وصديق كل هذه لا غوليف، هذه النقطه هذه تحسب لسي سعيد. نعم يعني باش يعطيه شعلة للشباب هكذا باش كتكون، وفيه السي مهدي فيه جميع المميزات لا أجامله ولا أفتخر به. الله وحسيت باش نقولها على كما كيقولوا على الهواء مباشرة. مرحبا، وكيف كتشوف المونديالتو؟ شوف المونديالتو كما كيقول كل ساعة بساعة كل ساعة بساعة بإذن الله مونديالتو غادي يكون كله مفاجآت لصالحنا بإذن الله. نعم. الوداد كتكون هي ديما كبيرة وفي أوقات العزم كتكون كتكبر بإذن الله. نعم، رسالة لمن توجهها إلى الجمهور أو إلى الوداديين عامة أو إلى الجمهور المغربي عامة الذي يدرك. رسالة كنوصلها لجميع الوداديين العالميين بما فيهم الوداديين العالميين او الاجنبيين اللي ولاو وداديين اللي قراو التاريخ ديال الوداد. نعم. واليوم كتبصم على واحد التاريخ وكتعاود تزيد ديك البصمه. كنطلبوا الله باذن الرحمن الرحيم باش نكملوا المسيره ديال كاس العالم ونختموها بهذا المونداليتو ان شاء الله، ماشي خدم غير باش يكون القادم احسن. وغادي تسمع ام كلثوم تنشد هذيك الاغنيه ديال الوداد. ديال الوداد. سمعت هذه وانا تذكرت اخي وصديقي السي محمد طلال اللي فنان كبير عازف الاغنيه ديال محمد داوود له ديال حب الوطن فرضي علينا، هو تيقول لها حب الوداد فرضي علينا. اوكي، مبدع وصحافي ايضا. غنمشيو لعند السي احمد نجاح نشوفوا ايضا الوداد من بني ملال.
الاطار الوطني واللاعب الدولي سي احمد. مرحبا سي محمد وسي المهدي وابو نزار وعبد الرحيم وكوثر والمستمعين الكرام. نعم شوف سي محمد بني من لا انا مع الاخ الكحل سمعتو كلنا مع الوداد. انا نحيد هذيك المعا ونكون كلنا الوداد. كلنا الوداد يعني بدون معا بدون معا فعل. نعم وطبعا كما قلتو دابا الوداد عنده واحد التحدي كبير سي محمد انه وقتها على كباش المنتجه تلعب الفينال زي التحدي الاخر الاستمراريه ما انجز في في مونديال قطر في الدوحه ديال قطر. نعم الدوحه لان احنا يعني المفروض لا يمكن انه احنا وصلنا الحمد لله للربع النهائي وديك الهاله الاعلاميه وداك الشيء نتمنى ونرجو من الله ان يكون الوداد نفس الشيء باش يكمل هذيك الصوره الحلوه. زائد طبعا انا اللي عاجبني اكثر انا عارف انه كيف غادي يكونوا الاول على العالم يعني الجمهور تاع الوداد غادي سيبدع كما ابدع سابقا ولكن هالمره اللي بالنظر للمونديال. وطبعا مباريات ماشي سهله الهلال السعودي فريق كبير جدا رغم انه خسر المباراه الاخيره مع الفيحاء وخرج من السوبر السعودي. نعم. لكن تيبقى فريق كبير بزاف بزاف ولازم ناخذ جميع الحيطه والحذر وخاصه كما تنقولوا دائما المباراه الاولى راه هي كل شيء تعطينا الدافع معنوي للجمهور اللاعبين المغرب كامل يعني منو هذا راه اكيد اكيد انه جميع المغاربه كيتمنوا. انت كتعرف كره القدم العربيه مزيان وكتعرف كره القدم المغربيه الانفي توهج لان كان يعني تنافس كل غادي يكون واش الهلال ولا العين الاماراتي لكن زال الهلال هو اللي يمثل الاسيا هو فريق كبير سي محمد راه فريق يعني الكره السعوديه اكيد انت عارف الاخوان عارفين انه رغم انه المباراه الاخيره اول امس حمد الله ضرب رونالدو بثلاثه لواحد ولكن كما كان الحال كتبقى الوداد في المناسبات. نعم الوداد هي وخاصه الوداد الان تحت المرتبه الاولى اذا ما عندناش حاجه الا نقبلوا ان شاء الله الوداد تكون في تعطينا فرحه اخرى. حنا بغينا الوداد الوداد والريال مدريد راه سبق لهم التقاو في المنافسه ديال كاس محمد السادس كما حصل مع رجاء كما حصل مع ريال مدريد والوداد يعني ان شاء الله هذا هو الفينال اللي كنتمناو الجميع المغاربه ان شاء الله ان شاء الله والوداد عاطي انا الامل بان انا تحت المرتبه الاولى في الترتيب تاع الدوري ديالنا الان فان شاء الله رغم انه بعد المباريات الاخيره ما كانش اقناع كبير ولكن منه اكيد كان كلهم كيستعدوا كثيرون انه كلهم كيفكروا في المونديال واللاعبين راه هذا واحد بارموريس غادي يبقى اليوم السي محمد ان شاء الله شكرا لك السي احمد نجاح نمشيو لاسفي ناخذوا معنا زميلنا الاعلامي ابراهيم الفلكي السي ابراهيم. مرحبا سي ابو سهل مرحبا المهدي الناطق الرسمي الجديد تهنئه خالصه شكرا جزيلا ونتمنى ان يكون التواصل مع معك كما سمعتك من بدايه اللقاء رجل التواصل ماشي الله عرفناه كنعرفوه والحمد لله لان لبى النداء ديالنا مباشره بعد هذا وجاء ذاك الاجتماع ديال المكتب المديري اللي غادي نرجعوا له حول الفروع بعد لحظات وتحياتي لتحياتي للسي عبد الغني العثماني والاستاذ رحيم فكير والى هيئه التحرير وتقنيين ديال ام اف ان. نعم من المونديال الى المونديالتو بالفعل هذه من احدى حسنات الكره المغربيه على انها من تالق الى تالق والحديث عن فريق الوداد البيضاوي يجرنا للحديث عن الوداد الرياضي الوداد الرياضي راه قبيله وما تيقولوا الناس سيدي لا الوداد الرياضي الوداد الرياضي انا اولا كنتحدث على مرجعيه تاريخيه وكان لنا الشرف لنا وانا انت والمجموعه ديال الاعلاميين اللي عشنا هذه التجربه ديال 50 سنه في الاعلام اننا كنا قريبين من الوداد الحاج محمد بن زول رحمه الله وكذلك عبد الرزاق مكوار والحريزي وغيرهم هذه اذا ذكرنا المسيرين كنا نذكروا حتى اللاعبين من 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 بدايه الوداد الى الان هو قلت على انها مرجعيه تاريخيه هذه المرجعيه التاريخيه ستتاكد في المونديالتو لماذا؟ لان هناك اشراقات مهمه في فريق الوداد الرياضي البيضاوي واتضحت بشكل جلي في كاس العالم بقطر
وعلى مستوى البطولة الوطنية، على مستوى مسارها، على مستوى الإفريقي. الآن جماهير المغرب كلها مع الوداد، اللي بين أسافي والوداد البيضاوي، أو بين أولمبيك أسافي والوداد الرياضي، الوداد الرياضي العالمي البيضاوي المغربي، هناك علاقة حميمية، هناك علاقة حميمية ليس فقط على مستوى المكاتب المسيرة أو على مستوى الجمهور، وكذلك على مستوى اللاعبين. فهناك لاعبون من فريق أولمبيك أسافي لاعبوا وأبنوا البلاء الحسن في فريق الوداد، نذكر منهم العنصري واللي يتوج كذلك بكأس إفريقيا الآن، عطي الله يبصم على مسار رائع جدا. وكذلك اللاعب نيسو، همنا الوحيد وهو أن الوداد يظهر بمظهر مشرق، وهذا لا شك فيه، هناك إجماع وطني على صحوة الوداد وعلى تألق الوداد إن شاء الله. نعم، يعني المقابلة أن القرعة كتجمع الوداد الرياضي المغربي والهلال السعودي، هذا الاصطدام العربي في ديربي عربي، ولكن اللي داز غادي يدوز يلعب الفلامينغو. الوداد تعرف الفلامينغو جيدا. لا، الوداد أولا، الوداد هي تكبر في المباريات الكبيرة جدا، الوداد هي عملاق في المقابلات العملاقة، لا يمكن أن تخيط هبنا الهلال أو فلامينغو أو غيرهم. نحن في المغرب نحن شعب التحدي، وفريق الوداد البيضاوي كما ذكرتم في بداية البرنامج هو فريق للتحدي منذ مع الاستعمار ومن الاستقلال وإلى الآن. المغرب لا يهاب لا فلامينغو ولا أي رقصة من الرقصات العالمية، الوداد سيراقص الكرة وسيحقق وتبة حقيقية، وأنا متيقن جدا على أن الوداد ستكون في الموعد وستحقق لنا ما نتمنى ونترجى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك صديقي وزميلي إبراهيم الفلكي. رجعوا للجمع العام اللي انعقد مؤخرا، وكان يعني أسرة أو عائلة الوداد التأمت، مسؤول الفروع بدعوة من السيد الرئيس، وكيجي هذا الاجتماع هذا أياما قبل المونديالتو، وكيجي في واحد الظرف اللي هو، ولكن اللي كان حسب ما بلغنا ان كاين استاذنا الاستاذ كمال الحلوك رئيس فرع ديال رفع الأثقال، وكنشوفوا القيمة أيضا ديال الحضور ديال اللي كانوا ممثلين ديال اللجنة الوطنية الأولمبية اللي ما عندهم مناصب هناك، بين الأستاذ كمال الحلول اللي أيضا عضو في لاكنوا، عضو في الاتحاد الأولمبي الدولي كلجنة ديال التسويق، وواحد العدد هو اللي ابتكر أيضا اليوم العالمي للرياضة 6 أبريل من كل سنة، هو المقاول الإعلامي هو صحيح. هذا شرف لنا أن يكون معنا رجل بهذه القيمة وبهذا التاريخ وبهذا القامة السي كمال الحلو، وأيضا باقي أعضاء المكتب المديري. نعم، منهم بعض رؤساء الجامعات، جامعة السباحة، جامعة المسايفة إلى آخره، فالكل اجتمع بهدف مناقشة ظروف العائلة. فنادي الوداد الرياضي نجا القانون 30/09 والشيء الذي يحسب لهذا المكتب الحالي وعلى رأسي السي سعيد الناصري هو أنه ما فرطش في الفروع الأخرى، لأن كان بالإمكان كما داروا بعض الفروق الأخرى أن يجر الفرع ديال كرة القدم يديروا أحادي النشاط وكل واحد يعوف بحره وتفتت العائلة، ولكن الإرادة كانت قوية والتاريخ كان حاضر والمسؤولية التاريخية والأخلاقية كانت حاضرة، حيث أن الإرادة توجهت نحو الحفاظ على هذا المكتسب لما سهلش. احنا فرع كرة اليد مثلا خصك تشوف الظروف النفسية اللي كيكونوا فيها اللاعبين ملي كنمشيو لشي مدينة وكنلقاو الوينرز حاضرين وكيجيو راه لعبنا في السمارة وجاو داروا تيفو في السمارة، وهذا شيء ما جديدش على جمهور نادي الوداد الرياضي وما سهلش. بقى معك في الفروع، انا اللي كان عجبني اكثر هو ان طرحتوا قضايا ديال بعض الفروع، ولكن بل على أن كاين تضامن، إلا كانت مثلا بنية تحتية وقاعات كاين السي مصطفى الملوكي صحيح، يعني كيدخل، شفنا القاعة الجميلة اللي دار واللي سهر عليها في المركب الرياضي الحاج محمد بن جلون صحيح، القاعة ديال الملاكمة والمتعددة الرياضات ديال الدفاعية أيضا، ومستعد أنه كنتمناو أنه باش يتنجز هذاك المكان اللي يمكن يكون فيه رفع الأثقال حتى هي. إذن الفروع بداو كيعلنوا على التضامن ما بيناتهم، فرع تطرحت له قضية ديال مثلا
كرة السلة والعاب القوى غادي يلقاو لهم حلول. بطبيعة الحال هو بعد إشارة أن السي مصطفى الملوكي رجل سيحفظه التاريخ داخل نادي الوداد الرياضي خاصة والرياضة عامة، لأن زعما صراحة شفتوا عن منين جاب هو هذه الودادية ديالو؟ وقول لنا أنت السي فوز. أنا غادي نقول لك على أن الأم ديالو كانت كيف تيقولوا في دار المعلمة في البيت ديال الحاج محمد بن جلون، وكانت كتشرف على كانت كتصاوب لهم تساهم في تنظيف التونيات وداكشي تبارك الله. والطبخ راه هي حضرت اللاعبين الكبار هاد دريس جماد والتولاتي والشتوكي وكذا وهذا، وكانت طباخه ماهره. اذا فاش قلنا العائله الوداد راه حنا عائله. لا ما كنقول لك انا مصطفى ملوكي ماشي ليس بغريب على ودادي حتى الله يحفظه الله يعطيه صحيحته الله يخلي وداده. فبالنسبه للفروع تماما كان كان يعني كان كان واحد تور دو طابل، وكل رئيس ديال الفرع تكلم على الفرع ديالو كي اللي عبر على ان الوضعيه حاليا راها مريحه، ولكن من اجل حصد الالقاب ونكونوا في مستوى اسناد الوداد الرياضي راه خصنا مازال الفلوس. كاين اللي قال خصنا مستشارين، كاين اللي قال خصنا ان غوديماراج دو لا سيكسيون مثلا الاتليتيزم، كاين اللي قال راه حنا درنا ان غوديماراج ولكن مازال عندنا شويه المشاكل بحال الباسكيت. ف كاين كانوا مقترحات ديال بعض الفروع اللي قال لك الا درنا واحد البنيه تحتيه خاصه بنا راه حنا نقدروا اون بو جينيري دو دي بينيفيس للفرقه مثلا لا ناتاسيون الى اخره. فكان واحد النقاش جد راقي وجد عالي، نقاش مثمر، نقاش جد مثمر. خلصنا في الاخير الى ان جوج فروع اللي محتاجين تدخل اني وعاجل، اللي هما فرع كره السله وفرع الالعاب القوى، واللي تعهد الرئيس المكتب المديري على انه غادي يلقى لهم حلول في القريب العاجل. مزيان، هذا هو الدور ديال النادي. صحيح، النادي والحياه ديال النادي هو التكافل والتضامن الفعل. هو ماشي لان الاجتماع خلاص، لانه كاين مثلا جميع الفروع كاين استقرار ديال الوضعيه ديالهم الماديه، ولا باستثناء فرعي كره السله وكره والالعاب قوى. وخلال النقاش تم الالتفاف حول هذ الفرعين، وهادو جوج ديال الفروع اللي كانوا عندهم رجالات كبار واللي عطاو اشياء كثيره، واللي بعض المرات السي ابو السهل كيكون واحد التراكم ديال هذا كيخلي شويه وهذا كيخلي شويه وهذا كيخلي شويه، كاين اللي كيجي كيحاول وما كيقدرش، وكاين اللي كيجي كيدير كارثه وكيمشي. كل الباسكت كانوا يلعبوا لكوب دوروب هما والسي ام سي واللاميك، وهادو راه كانوا ودوزوا فيها. احنا مثلا الفرع ديال كره اليد فاش جينا ليه لقينا انا لعبت في الوداد ديال كره اليد. نعم، انا جو سو لوغيا دي كول دي كادر سبورتيف سيكسيون هاندبال، ولعبت في الوداد، لعبت في الوينو، لعبت في المنتدى، ولعبت في الوداد. الوضع اللي كان فيه ذاك الوداد علاش كيبكي؟ لان كتشوف واحد الوداد اللي كان فيها طالب قباج الله يرحمه، اللي اليبوك لعابه كيجيو من وجده بالطياره كيلعبوا وكيرجعوا، اللي الاول اللي بيت لعابه في لي زوطيل الكندرا وهذا باش الغدي الصباح يمشي الى جا وليتي ما كاينش فيها بالون، جا ولا تكرفصوا ناس اخرين، جا الاستاذ عزيز امادي واديب العلاوي، جا الحاج سلامه، شكري الحاج سلامه، جا من خرافه، جا واحد العدد اللي تكرفصوا باش 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 لكي يستمر هذا. صحيح. فمني كتجي ملي كتكون العائله مجموعه وكتكون واحد المكتب المديري يمارس دور الاب في العائله، فاكيد ان الفروع كلها هو الاستقرار كاين في مجموعه من الفروع في الوضع الحالي، لان الاستقرار فيه وفيه. كاين حنا مثلا كان عندنا استقرار باش نبقاو نديروا المانتيان، كاين واحد الاستقرار باش دير البطوله، كاين واحد الاستقرار باش تلعب ادوار طلائعيه. فهذا هو النقاش اللي كان، وكان نقاش جد مثمر، وفي الاخر خلصنا لان الفرع ديال كره السله وكره سي 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 مرشد مشكور على المجهودات اللي كيدير في الفرع اليوم بعد تولي رئاسه. ولا هو راه عنده ديريه، كان كاتب عام ديال الوداد، ديال الوداد بطبيعه الحال، تم تعيين المقاطعه، تم تعيين رئيس جديد للفرع كره الفرع الالعاب القوى اللي هو ولد الدار اللي كان هو الكاتب العام. اذا كاين واحد الديناميه. حسن رطبي هو راه مندوب ديال الجهوي ديال الوزاره الشباب، عارف حتى هو يا فكاين واحد التوجه نحو دعم جميع الفروع في واحد التصور شمولي ديال 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 النادي الام اللي الفروع ديالو فيه، والاستمرار في ان جمعيه نادي الوداد الرياضي هي جمعيه متعدده الفروع، وكل واحد اللي كيتحمل شي مسؤوليه خصو يكون قاد بها، واللي ما قادش بها وكان ناقص فين عندي. وكنشوفوا كانت امكانيه التدخل مرحبا، ما كانش امكانيه التدخل راه غتشوف شكون اللي غادي يقدر يجي في بلاصتو اللي قادر يحل المشكل، لان كان لابد من هذا اللقاء اللي غادي يجمع
سعد الغني العثماني الآن المونديالتو بعد ما المونديال عطانا مجموعة ديال الأشياء من بعد المونديال شفنا الإدارة التقنية الوطنية كيف غادرت الرباط كأول خطوة. يعني رانا ما غنخدموش كلنا الكرة القدم كيف قال السيد فوزي القجع في الرباط صاحب الجلالة منذ اعتلاء العرش جلالة الملك محمد السادس الله ينصره شفنا ما كيبقاش في الرباط كتير وخرج الجميع الجهات وخرج وكيدي معاه مشاريع وكيحرك مجموعة. أيضا كرة القدم شفنا الإدارة التقنية الوطنية كيف بمجموعة ديال بكل أطر ديالها خبراءها ها هما في الدار البيضاء من بعد غادي يمشيو لجهات أخرى. وهذا كان يعني متوقع لأنه هذيك الانتعاشة اللي شفنا في المونديال يعني بالدوحة كان طبيعة الحال من وراها غادي يكون شي حادث غادي يكون شي تحركات غادي يكون شي استشارات مع المدراء التقنيين لأنه لا يعقل أن الأمور تبقى غادا لحالها. خاص يكون تغيير خاصنا هذا المخطط الجديد اللي غادا فيه الجامعة يعم جميع العصب وتوحد طرق ديال الاشتغال وهذا هو الأهم لأنه المدير التقني ولا ديال الجامعة غاديين باش يكون ان بروجي جو غادي يكون على جميع العصب الوطنية باش يكون عندنا الفلسفة ديالنا كطريقة ديال اللعب ديال المغرب تكون عندك طريقة باش ان جميع المنتخبات وجميع الفرق يكون عندهم ان ستيل دو جو مغربي يعني بهذا الاسم. وهذا كيتطلب واحد العمل يعني خروج الى الميدان خروج واحد المجموعه ديال المدراء التقنيين باش انهم يكونوا كانوا في العصبه ديال الدار البيضاء الكبرى كانت كبدايه حضور يعني واحد الكم هائل من التقنيين لعين ما كان وكيعطيو الاساليب الجديده والطرق الجديده واش هما اللي خصو يدار مستقبلا باش ان الكره المغربيه ترقى الى هذا المستوى وباش تبقى دائما رائده لانه ما بقاش عندنا خيار اخر اننا نرجع وراء المنتخب الوطني رابع عالميا وجميع الفرق الوطنيه خاصها تمشي مواكبه لهذا الحدث التاريخي. اذا خاص يكون واحد العمل ميداني خاص المدراء التقنيين ديال الفرق انهم يشتغلوا يعني بنفس الطريقه خاص الفرق دائما تزود المنتخبات باللاعبين في مستوى والا كنا كنهضروا بهذه الطريقه اذا خاصنا دي فورماتور فورمي نعم باش يكون عندنا دي فورماتور فورمي خاصنا نجتهدوا اكثر. اذا اللاعب السابق على راسنا وعيننا ولكن يكون مكون باش انه يكون واحد الخلاف اللي غيزود به جميع المنتخبات المغربيه. اما الاقبال دابا هاد الخرجه هادي غادا تجي كرد على داك الاقبال اللي كاين ما يمكنش هاد الوليدات كلهم راه كلشي ولا باغي يلعب الكره وي بنات وذكور وخصهم يجيو يلقاو الناس اللي غادي يستقبلوهم بعد اولا الهاجس التربوي نغلبوه التربية تكون والجانب التقني والبنية التحتية تكون حاضرة. أنا سولني شعر قال لي علاش غادي يبدأوا من الدار البيضاء قلت له الدار خاص تفهم الدار البيضاء راه أول مكتب جامعي تنتخب في الدار البيضاء بعد ما كانت لجنة مؤقتة واسع أبو سلمى خصها تكون حساسية ديال الدار البيضاء أباء من أي عصبة غادي يبدأوا مركز التقن مركز من بين الأشياء المهمة هو الاطلاع على طرق الاشتغال داخل الأندية نتكلم على في التصريح المباشر الاسبوع الماضي لفتحي جمال بانه غادي يتم الاطلاع على طريقه الاشتغال وسيما في ظل الاقبال الكبير المتزايد على ديال الاطفال وكنشوفوا عند المدارس اللي كاينين اللي خارج الفرق الانديه الوطنيه جمعيات كاين مجموعه الان كنشوفوا زياره للوداد للرجاء غتكون زياره شباب محمديه الدفاع الحسن الجديدي وربما غادي تكون هذا الخروج ولا هذا النقل الجديد ديال الاداره التقنيه الوطنيه ربما تعطي دفعه لكره القدم الوطنيه وكما قال السي العثماني ربما غادي يكون هناك تنسيق وتوحيد في برامج ديال العمل لا سيما في ديال الاشتغال ديال الاداره الوطنيه والاطر اللي كاينين فيها والتنقل الكبير وسيدي السي محمد ابو سر ربما راه حضرتي الافتتاح انت بالفعل الاطر الكبيره والوازنه لهذيك الاسماء الوازنه هو اللي غادي ربما يعطينا واحد الدفعه اخرى لكره القدم الوطنيه ولا سيما بعد التالق في كاس العالم. هو كاين اوراش دابا مفتوحه ديال التكوين السي عبد الغني كيظهر لي حتى انتم في يوسفيه البرشيد كان نادي عريق 1923 27 فاش تأسس من الأندية العريقة الآن
يعني بحكم يعني هذا الاشتغال ديالي هذه السنه كمدير تقني بيوسفية برشيد، يعني هذه دائما كنقولها للمكتب بان عندنا لاعبين اللي قدروا اننا نزودوا بهم الفريق الاول. نعم. يعني جميع المستويات، يعني حتى دابا في المدرسه ديال كره القدم يعني كنتفاجئ بواحد المجموعه كاين اقبال كبير دابا كاين تبارك الله، واحد احنا غاديين في واحد 300 ديال البشر يعني. نعم. في ماشي رقم من وسط برشيد، غيكون شوف حتى من لي زونفيرون، حتى يعني من العروبيات اللي قراب وداك الشيء، كلشي كيجي دابا، كلشي ولا كيمارس باغي يمارس كره القدم، حتى على مستوى الفتيات يعني كلشي. نعم. ولا باغي يلعب الكره، وهذا ربح، هذا يعني وديال الاشارات القويه اللي جات من الاستقبال الملكي والمتابعه طبعا الحال، وحتى الاستقبال ديال الامهات انهم هما ولاو كيجيبوا وليداتهم، وهذيك يعني بحال اللي كيفرضوهم باش انهم يمارسوا كره القدم. هذه كلها حوايج هي اضافيه، واضافه غتكون لكرة القدم المغربيه. حنا تحت واحد الاشعاع يعني عالمي، اشعاع ديال نحافظوا عليه، نحافظوا عليه، وباش نحافظوا عليه خصنا نكونوا نتكونوا، وخص يكونوا عندنا اساليب دقيقه، اساليب اللي تقدر ان توصلنا للهدف المنشود، هو ان كره القدم تبقى دائما في الرياضه متوهجه. وغادي نختموا مع الاستاذ المهدي زوات. الاستاذ المهدي الان بدينا كنحسبوا العد العكسي للمونديالتو، كاين يعني كل شيء معبأ، كل شيء جاهز، هذه محطة من أهم المحطات، وكرة القدم كتبقى القاطرة، الإشعاع ديالها ينعكس على الضوء ديالها، غادي يضوي الفروع البيوت كلها ديال الوداد. أكيد أن 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 كرة القدم هي الرياضة الوطنية الأولى والرياضة العالمية الأولى، ما كنضيعها حتى شيء، فإحنا لا ننكر هذا، ولكن ما كنساوش الدور ديال الفروع والمكان ديال الفروع الاخرى، لاننا نحن كما سبق وقلت اننا نادي متعدد الفروع، وبالتالي نؤمن بجميع الفروع على قدم المساواه. صحيح ان ماديا وجماهيريا واعلاميا كره القدم كتاخذ حصه الاسد، ولكن هذا حنا في نادي الوداد الرياضي كنحاولوا اننا الفروع كاملين، الجمهور اللي لاحظتوا كيحضر في الباسكيت وكيحضر في الكره الطاوله، حضر الجمهور ديال نادي الوداد الرياضي، هذاك الوعي تسرب. نادي الوداد الرياضي في كره اليد مثلا كان الى حيدنا الستنين المسابقات الدوليه اللي كانت كاس العرب، اللي كانت الرابطه وكاس افريقيا، ما عمر شي ماتش ديال البطوله ما كان فيه العدد ديال الجماهير اللي جا حضر ديال الوينرز. فكنظن بان كره القدم هذا هو الدور ديالها، غادي تكون دائما قاطره، غادي ديما تبقى هي اللي تجر الاسم العالميه والقاريه، ولكن الفروع الاخرى حتى هي بدورها غادي تساير هذاك الرقي اللي دارت كره القدم. في كلمات الفرع ديال كره اليد الان، الوداد في القدم شناها غدا المونديال، ولكن اليد نحن في مرحله البناء، مرحله البناء، درنا الهدف الاول والاساسي اللي هو يرجع نادي الوداد الرياضي للقسم الممتاز. نعم. اللي هو المكان الحقيقي ديالو، ما كانش الوداد تبقى تلعب في لا بروميير ديفيزيون تبقى دير لي فورفي، فرجعنا للقسم الممتاز كنديروا المانتيان اون اتوندون. هذا العام راه حنا درنا لي كاتيجوري غادي نبداو ديال الاكاديمي، درنا بعض الشراكات، شراكه مع فريق نيس فرنسي، وقريبا شراكه مع فريق فرنسي اخر كبير باش يبدونا بالخبره ديالهم في التكوين الى اخره. فحنا كنبنيو فريق المستقبل، حاولنا بدينا كنجيبوا مستشهرين اللي هي زعما سابقه في فرع كره اليد، فان شاء الله غادي يكون الخير القدام، ومرحله البناء لا زالت مستمره. نعم. نمشيو عند عبد الرحيم فاكر نشوفوا البرنامج، ولكن عبد الرحيم قبل ما نمشيو للبرنامج نقدموا لك واحد التهنئه للعائله ديالك، الاخ ديال عبد الرحيم فاكر اسامه فاكر زدان الفراش ديالو بمولود اختار له من الاسماء محمد ياسين، يعني العائله ديال فاكر تتقوى بالفعل، مبروك فاميك سرون فورس كتقوى، هذا فاكر اخر فاكر اخر سطاتي اخر الان، هذا كيزيد يقوي هذه العائله في مدينه سطات. در خوك رفيسه ولا مازال؟ باقي ايوا البرد هذا يدير البرد الحلبه وداك الشيء يساوي يدير المسائل ديالو ويقاد شغالاته، وتكون الامور عندكم بخير ان شاء الله في العائله. وتحيه للاخ وتحيه للوالده ديالك وتحيه لكل العائله. شكرا استاذ اسمعوا ابو السهل. استاذ اسمعوا ابو السهل، الدوره 16 اللي غتنطلق اليوم، كاينين جوج لقاءات غادي ينطلقوا بعد قليل،
الجيش الملكي غادي يستقبل مولودية وجدة، والمغرب التطواني يستقبل المغرب الفاسي. السادسة والربع فريق أولمبيك أسفي في قمة الدورة غادي يستقبل الرجاء الرياضي، والثامنة والنصف الشباب السوالم يستقبل الجريح اتحاد طنجة. يوم غد أربع مباريات كذلك، الساعة الرابعة اتحاد تورك الدفاع الحسني الجديدي، السادسة والربع الوداد الرياضي في قمة الدورة يستقبل الفتح الرباطي، والثامنة ونصف جوج المباريات حسين تقادير واجه نهضة بركان، وشباب المحمدية يستقبل أولمبيك خريبكة. رسالة من عند سيدريس سلاوي، سيدريس سلاوي البيضاوي والمدينة القديمة، ومن المسيرين أيضا اللي اعطى أشياء كثيرة. الأناقة ديال سيدريس في التسير ديالو كان إلى جانب واحد مجموعة ديال المسيرين مع عبد الملك سنتيسي الله يرحمه، مع الأستاذ حسن بالقاسم، الأستاذ محمد الحاج محمد أبو زير، وكان معهم أيضا العزيز أمادي، وكلهم هذوك المسيرين اللي عطوا أشياء كثيرة. والغيرة ديال دريس سلاوي ودادي غيرته، أنا حضرت فيه في العدد ديال التدورات. ودريس سلاوي كان ضمن المجموعة اللي سيرت، ولكن في هذاك التسير أول مرة غادي ترتفع الدخل والعائدات ديال المباراة ديال الديربي، وهذا الجيل اللي تكلمت عليه وضمنهم دريس سلاوي أيضا برادة رمزي وهذو كلهم من كيران وعمر عشاد، كلهم كانوا حاضرين وكلهم ساهموا، مشاو للبيبان كلهم وقفوا باش يمكن. وأول مرة كدير الوداد 167 مليون كدخل، راح لو كتدروا تلك الكاميرات وهو يلعبوا على المكشوف. دريس سلاوي واحد من هؤلاء الناس اللي كيبقى كوداد كيغير على الوداد، سواء داخل الوداد أو خارج الوداد كيبقى كيغير. السعد الغني العثماني، شكرا جزيلا لك على الحضور. شكرا سي ابو السهل. مونديالي طوق كلنا وداد ان شاء الله، وكنتمنى انها تحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله. واذا سمحتي لي بغيت نهني بنتي اميره بعيد ميلاد ديالها اليوم، ونتمنى لها الصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. اليوم عندها عيد الميلاد ان شاء الله. ان شاء الله من هنا سير قاد المسائل ديالك احنا معك. شكرا، وتحيه للعائله ديال السي عبد الغني العثماني. شكرا لك عبد الرحيم. شكرا استاذ السي محمد ابو السال، وكلنا وداد الحمد لله. بنتي كانت كتعيط ليا وما شدتش لها التليفون اذاعه وقت تقول لنا ونخاصموا بها حنا يا السي المهدي الزوات. شكرا على الحضور ديالك، لقاءنا يبقى متواصلا ملي كتجي لداركم. حنا مع جميع المؤسسات الان، الوداد خاص دورنا كنعرفوه، ووظيفتنا ومهمتنا تجاه الوداد وجماهير الوداد معروفة في المؤسسة. أنا رسالتي الأخيرة، أتمنى من 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 جميع مكونات الإعلام الوطني أنها تحس بهذه المسؤولية اللي قلتي، وأنها ما تخليش فرصة أمام بعض الأشخاص اللي كينسبوا رؤوسهم لهذا الجهاز الراقي. أنا ديما كنقول، قلتها واحد النهار في واحد لا كونفيرونس على الشغب، وجبتك السي أبو السهل، قلت لهم حنا كبرنا كنسمعوا لأبو السهل في الراديو، كتكون في التيران وشاد الراديو، ما كان ذاك الساعة على هذا، وكان ديما واحد النقاش في الدرب، أبو السهل واش ودادي ولا رجاوي، حتى واحد ما عارفه لأنه يمارس دوره بمهنية. اليوم أكثر من الشيء أنا الإعلامي اللي كي يفصح على الانتماء دياله، وذاك حقه، ولكن الأكثر هو من يقتات اليوم بالاستيفاف لهذا الجانب اليوم أو الجانب الآخر، بل أكثر من ذلك يستغل العقلية ديال بعض المراهقين وكيشحنهم باش أنهم كيديروا شي حوايج وكيمشيو لقنوات دولية وكيتكلموا خايب على المغرب، فهذا الشيء مرفوض. وكنتمنى شكرا جزيلا لك رسالة واضحة. شكرا مستمعاتي مستمعية الكرام، تحية لك كوثر كوطا في هندسة الصوت والبث والإرسال، وزميلنا أيضا أيت على الذي أمن النقل بالصوت والصورة. تجدون كل التفاصيل مستمعاتي مستمعي الكرام أيضا على الموقع الرياضي الشامل mfmsport.com. تحية أيضا إلى صديقنا اسماعيل حوت في الاستقبال. إلى اللقاء. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. MFM وتسيع ما تصدر يا أمي.